أهلا بكم. كانت البلاد تتقلب على أخبار الحرب وتوقع نشوبها، فإذ بالشائعات تتحول حربا قائمة بذاتها، فتنطلق منصاتها من إلباس السفارات دعوات لمغادرة الرعايا، ولا تنتهي بمقال متفجر لصحيفة التلغراف البريطانية والتي أحدثت صواريخها الورقية ضجيجا في بيروت واستدعت تحركا على مستوى المقاضاة القضائية. وعلى جناح التحرك الفوري كان وزير الأشغال علي حمية يعلن الملف مسألة سيادية ويتقدم بإجراءات ستقود إلى الادعاء على الصحيفة، فيما سجل وليد جنبلاط أول موقف سياسي لبناني واصفا تقرير التلغراف بالمعيب والخطير، متهما الصحيفة بأنها تروج للحرب قائلا إن البعض يريد الحرب في لبنان وخارج لبنان. فهل فعلا هناك من يريدها؟ وأي الأطراف تسعى إلى ضبط الجبهة؟ وماذا عن الضمانات الأمريكية التي ذهبت إلى تل أبيب ولم تعد؟ وبين خيوط النار أي دور للرئاسة التي دخلت اليوم العناية الإلهية مع وصول أرفع مسؤول فاتيكاني إلى بيروت والذي طلب من الصحفيين صلوا لنا؟ وبالصلاة عن نفس الرئاسة نبدأ هذه الحلقة التي تجول بين الحرب وآخر التطورات السياسية. في حلقة الليلة جلسة ونقاش حول العناوين من الجنوب والحرب إلى الملف الرئاسي، كما قلنا جلسة مع أربع ضيوف، مع أربع نواب من كتل مختلفة: كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، تكتل لبنان القوي سليم عون، كتلة الجمهورية القوية رازي الحاج، والنائب المستقل أديب عبد المسيح. إنما البداية مثل دايما مع فقرة أولا مع جان عزيز وحسين أيوب. حسين أيوب مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. جان عزيز مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. بحلقتنا لليوم يعني العنوان الطاغي أو البارز هو الجنوب، حرب أو لا حرب. أيضا الحرب مش بس الحرب الميدانية، كمان الحرب النفسية والحرب الورقية اللي دخلت على خط اليوم التلغراف البريطانية. البداية من عندك أستاذ جان، بدي بلش مع التصعيد اللي شهدناه خلال هذا الأسبوع. كل الناس عندهم سؤال، عندهم علامة استفهام وحيدة هي الشغل الشاغل: في حرب أو ما في حرب؟ أيضا معطوفة على زيارة هوكستين وما حاول القيام به. فخلينا نبلش، في حرب أو ما في حرب؟ شو ترجمة هذا التصعيد؟ شو الأفق الموجود قدامنا بالمدى المنظور؟ السؤال اللي بيسبق إذا في حرب أو ما في حرب هو شو الهدف من أي حرب؟ يعني اليوم إذا إسرائيل بدها تعمل حرب على الجنوب، أو إذا الحزب بده يعمل حرب على إسرائيل، ما في سؤال شرطي وسابق هو شو الهدف من الحرب؟ طيب أنا بدي أسأل، هل الحزب أعلن أو يعلن أنه بده يجتاح إسرائيل؟ أكيد لا. حتى السيد ببداية الطوفان قال أنه صحيح نحن عنا هدف إزالة إسرائيل، إنما هيدا لسوء الحظ، بده وقت وبده تراكم ظروف وإمكانات. من جهة تانية، هل إسرائيل تفكر بالعودة إلى اجتياح لبنان؟ مستحيل. إسرائيل مهزومة منذ 7 أكتوبر، نتنياهو مهزوم أكثر فأكثر. لكن السؤال هو ما هو الهدف من هذا الكلام؟ صحيح أنه هناك كثير مؤشرات إلى تصعيد ما، يعني إذا بتاخد أول شيء الأجندة الزمنية كلها بتدل على محطات لتصعيد ما. عندك بتبلش هذا الأسبوع 27 حزيران أول مناظرة بين بايدن وترامب، يعني دخول واشنطن بالكومة الانتخابية. 24 تموز رايح الأخ نتنياهو على واشنطن تيحكي قدام الكونغرس ويعد نفسه بأن يعود مدعوما بشكل كامل أمريكيا. بين الاثنين بعد 3 أيام من المناظرة بتنتهي السنة الدراسية بإسرائيل على الأقل للمرحلة الابتدائية، لأن المراحل الأخرى انتهت بعشرين شهر، وبالتالي بيصيروا شوي متحررين من أي قيود لتصعيد أكبر. 27 تموز بتنتهي دورة الكنيسة، نتنياهو بيصير متفلت أكثر بجنونه وتوحشه من دون أي رقيب داخلي، إذا في رقيب داخلي. كمان هون بسلسلة المحطات الزمنية، ما أعلن أمريكيا عن انتقال حاملة الطائرات آيزنهاور إلى المتوسط، والأهم الأهم
انتقال حملة الطائرات روزفلت إلى منطقة مسؤولية السنت كوم، وجاي روزفلت مش جاي عم تتمشى لوحدها مع الاسترايكين جروب 9 اللي هي حوالي 10 قطع بحرية فيهم أكثر من 11 سرب طائرات من مختلف الأنواع، مما يذكر بسبعة تشرين لما عملوا هذا العرض. لماذا؟ للجهوزية الكامل لاعتراض أي تدخل إيراني إذا صار شيء. إذن كل هذه المؤشرات بتقول أنه إيه في تصعيد، وإجا اليوم كلام الديلي تيليغراف عن المطار يلي بمعزل عن مضمونه، هو رسالة بحد ذاته، صدوره رسالة بمعزل عن المضمون، نسب زورا إلى الإياتا مصدر تم نفيه أو ما تم نفيه، مجرد صدور هذا الكلام هو رسالة للبنان أنه عم نرفع درجات التصعيد. لكن يبقى السؤال، طب هذا التصعيد بده يوصل لوين؟ إذا عم نحكي عن غزة، غزة مسارها مفصول ميدانيا ودبلوماسيا وبكل عملياتها. إذا عم نحكي عن عودة إلى 82 مستحيل، إذا عم نحكي عودة إلى تموز 2006 مستحيل. مشان هيك في نظرية البعض كثير عم يحكي عنها أنه في عملية ابتزاز مزدوج من نتنياهو من الحزب للأمريكيين. نتنياهو عم يبتز الأمريكيين، تفضلوا أعطوني سلاح وذخيرة كاملين تخلص المهمة برفح، والحزب عم بيقول له كمان للأمريكي أنه انتبه ما تتخطى أي خط أحمر لأنه احنا جاهزين لأي ردع. أنا شخصيا ميال لهذه النظرية الثانية، لكن وقت تكون عم تتعامل مع مسألة مثل الحرب ما فيك تضبطها، ولما بتكون ما فيك تجزم يعني أكيد ما فيك تكون حاسم ونهائي. وقت بتكون عم تتعامل مع مسألة حرب بوجود حدا مثل جنون وتوحش نتنياهو بصير إمكانية الحسم أقل وأقل بكثير. بكل الأحوال إذا بتشوف كل هيدي المهل الزمنية كلهم عم بيقولوا أنه مرتبطة بخمس أسابيع، يلي هي الخمس أسابيع الممتدة على كل هاي المحطات، ويلي هي الخمس أسابيع يلي بدها إياهم حملة الطائرات روزفلت لتوصل على منطقة مسؤولية السنت كوم، ويلي هي مهلة الخمس أسابيع يلي حكي عنها هوكشتاين. هاو كلهم ممكن يوصلوا لوين؟ أنا بتقديري آخر شيء بده حدا يقعد على الطاولة مع العدو وتعمل هذه الترتيبات على الحدود، لأنه هيدا هو الشيء اللي بسموه الأنجو، الموضوع المسألة المضمون الوحيد أنك بدك تعمل ترتيبات على الحدود من بعد ما تكون خلصت غزة وآمل زي. يعني فيني استخلص منك أنك عم تقول هذه المواعيد اللي ذكرت لنا إياها اللي بتمتد من هلأ لخمس أسابيع لقدام، وإن كانت كلها تؤشر إلى احتمال تصعيد والحرب، ولكن هذا لا يعني أنه رايحين على حرب. صحيح. ممكن بترجح نظرية الابتزاز المتبادل وليس الحرب، انطلاعا من سؤال أنه إذا الحرب هدفها الترتيبات وصار في فرصة لإنجاز الترتيبات من دون حرب، أكيد يجب على الكل أن يقدم زيارة عليها. هوكستين يعني إجا لهون قعد نهار كامل، حمل حاله من بعد ما كان بتل أبيب، حمل حاله ورجع راح على تل أبيب، عم ينحكى أنه كان في يعني اللقاء المهم كان مع الرئيس بري طبعا، وكان في طلب ضمانات أو طلب دخول حزب الله بوساطة أيضا لها علاقة بحماس، يعني وكل هذه التفاصيل، وراح على تل أبيب ولم يعد. شو في أيضا معلومات أو تفاصيل؟ صار معروف بهذا الموضوع انه مع الرئيس بري انطرح سيناريوين، اذا صار تسويه بغزه كيف بتنعكس جنوبا، واذا ما صار تسويه بغزه كيف بتنعكس بجنوبا. وكان الكلام على ما قيل واضح انه اذا صار تسويه بغزه نحن مش بحاجه للبحث، ساعتها التهدئه بتنعكس تلقائيا على الجنوب. اذا ما صار تسويه بغزه، هون قيل انه الرئيس بري قال له انا بقترح تصور معين لخفض التصعيد وبدء تدريجي ومرحلي للترتيبات الحدوديه بمعزل عن غزه، تفضل روح احكي هذا المجنون هونيك، اذا بيمشي انا بجيب ضمانات الحزب وموافقه. هيدا كان اقتراح الرئيس بري ولا عرض هوكستين؟ لا هيدا كان اقتراح الرئيس بري. اقتراح الرئيس بري. بس هذا يعني فصل لا هو عم بيقول اذا ما صار تسويه بغزه خلينا نبلش نعمل خفض تصعيد، اذا هو بيقبل فيه وبدايه ترتيبات حدوديه بانتظار التسوية النهائية. طيب. نتنياهو راح وما عاد رد هوكستين جواب. هوكستين راح وما عاد رد جواب، وقيل انه رئيس بري كان ناطر خلال 48 ساعة جواب من الحزب، بعتقد صار لزوم ما لا يلزم بغياب اي جواب من هوكستين. نعم. استاذ حسين ايوب، كمان بدي بلش يعني قبل ما ارجع نحكي عن غزة بالبارت الثاني،
بدي بلش معك أيضا من الجنوب، يعني الجبهة الجنوبية حرب أو لا حرب، ولكن قبل خليني بلش من الحرب النفسية. يعني في غير الحرب الميدانية في الحرب النفسية، ويلي شهدنا أحد فصول اليوم اللي له علاقة بصحيفة التلغراف، ولكن كمان كان في الأنباء عن مغادرة الرعاية الأجانب، في أنباء عن سفرات، في أيضا موضوع مكان إقامة السيد كمان، يعني كل هذه الأمور بأي خانة منحطها؟ وهل هذه تعني أنه ما في حرب؟ يعني لما بيكون في نسبة الشائعات كبيرة، هل بتعني عمليا أنه بس كلام؟ لا، مش بالضرورة تعني أنه هيدي ترتبط بهيدي، بس واضح أنه في حرب إعلامية نفسية عم تخاض ضد لبنان. واضح أنه في مكنة أساسية خارجية عم تشتغل بهذا الموضوع، والدليل اليوم موضوع التليغراف. وفي كمان تماهي لبعض إذا بدنا نسميها الفئات اللبنانية مع هذا مع المكنة الخارجية، بمعنى سرعة التبني والبث والتداول إلى آخره. وخصوصا أنه يعني الصدى الأساسي المطلوب منه لهذا الحرب الإعلامية النفسية صداها المطلوب الأساسي بلبنان، يعني مش عم تنعمل تيكون إلى صدى في مكان آخر. يعني بس صداها بلبنان شو بيكون؟ يعني أنه يعني المطلوب من صداها أنه يحدث انشقاق اكثر بين اللبنانيين؟ لا، هو مطلوب شو يعني؟ هو جورج، انت الجزء الاساسي من هيدي هلا هو اللي صار هود اليومين بعد قصه هدهد والشريط اللي تم بثه. واضح من خلال الشريط اللي تم بثه صدى بالداخل الاسرائيلي، ثم اجى بالدرجه الثانيه ثاني موضوع الاحداثيات اللي تم بثها امبارح ليل امس يعني، وجزء منها كان موضوع مطار بن غوريون ومنصات وأهداف إسرائيلية حيوية عسكرية وغير عسكرية. أنت اليوم تصور المشهد، يعني بضل الحكي والأرقام اللي عم تنحكى هلأ، طلع رقم رسمي هودي اليومين عن موضوع المهاجرين من إسرائيل، صار العدد حوالي 550 ألف طلع هذا الرقم. طيب عندك هذا المشهد بإسرائيل، يعني غير أنه إسرائيل ما عادش عم يجيها سواح من برا، هودي فلوا من 7 أكتوبر يعني ما عادش عم يجوا نهائيا، غير التعطيل اللي صاير للشمال اللي هو مركز سياحي أساسي صناعي وزراعي وإلى آخره. طيب في لبنان برغم الحرب البلد بعده واقف على جراه في مكان ما، يعني بعدك أنت عم هلأ الحفلات اللي عم تنعمل، هو الفنانين اللي جايين واللي بلشت مع عمرو دياب منفول الإشياء. طب ومطار بيروت، اذا هلا بتروح على مطار بيروت ايضا في الرحلات في عجقه، طب وفي مغتربين جايين، في مغتربين جايين، فانا برايي يعني ما فيك تعزل هيدي عن هيدي، انه اخر شيء اسرائيل بوضع الحالي، خليني ما بدي اقول انه اسرائيل بالارض يعني بالارض، بس انه في مشهديه اسرائيليه من ميلي وفي مشهديه لبنانيه، واللي اذا بدك تسميها هاي المعجزه اللبنانيه، حتى بحرب تموز نحن بنعرف ضل البلد اخر شيء واقف على جراه وفي ناس عايشه حياتها وفي ناس عم بتقاوم، هذا هو لبنان. طيب انا عم بقول انه قدام هذا الوضع اللي نحن عم نشوفه بتطلع هيدي الخبريات. واضح، انا برايي في خيوط ما يعني صار واضحه عند الاجهزه الامنيه حول مين جزء منها هاي المكنه، وعم بقول بجزء اساسي منها خارجي مش داخلي، يعني لانه بتتركب. امبارح سفيره كندا كانت بجلسه عم تستغرب، وهي كانت يعني جلسه اذا بدك تعتبرها يعني سياحيه، يعني انه هي طب هذا البيان حطيناه نحن السفاره ب 27 بيان احتياطي احترازي حطيناه، شو عاد جابوا هلا؟ انه بيقول لك بحطوا بيركبوا لك بوست على لوجو الجزيره على موضوع استدعاء العاجل، انه استدعاء السفراء الاوروبيين، في كم سفير رايحين اجازات عاديه طبيعيه، بس انه مثل ما قال وزير الخارجيه وقت اللي بيكون في ازمه، ما هودي بينقال لهم اذا كانوا برات لبنان بينقال لهم روحوا على لبنان، مش انه العكس بيصير هيك يعني، فعم بقول في واضح انه في مكنه. هلا عم اقول المكنه بدها توهن اللبنانيين، بدها توهن كل اللبنانيين، مش واحد. هلا بقول لك انه في حدا بيتماهى معها، ممكن احيانا يتماهى معها بالتمنيات، لانه تقول لي انه هلا في يمكن اغلبيه اللبنانيين ما بدهم حرب، اكيد اغلبيه اللبنانيين ما بدهم حرب، بس يمكن في فئه لبنانيه بالتمنيات تبعيتها متمنيه خي تصير الحرب، لانه بتعتبر انه حزب الله بامكانيه مواجهته بالادوات والوسائل الداخليه صعبه، امكانيه مواجهته بادوات خلينا نسميها إقليمية وعربية صعبة، ما عادش في إلا الإسرائيلي هو يخلصنا منه. يعني اليوم وليد جنبلاط عم بيقول البعض يريد الحرب في لبنان وخارج لبنان، يعني إيه مع أنا برأيي هذا يعني تمنيات، بعض التمنيات اللبنانية من دون ما نخوض مين وإلى آخره، بس واضح أنه هاي المكنة جزء منها عم تتفاعل مع هذا الموضوع. هلأ الذرائع للحرب مثل ما قلنا مرارا جورج، انه هلا اليوم بعتقد صاروا حزب الله تجاوزوا من فتره ال 2000 عمليه، انت اليوم عم تحكي عن صاروا حوالي ال 2200 عمليه. 2200 عمليه يعني 2200 ذريعه للحرب. طيب الاسرائيلي صاروا 9 اشهر بيقول بدي اعمل حرب، اذا بتتذكر بشباط قالوا في حرب.
ب 15 اذار طلعت جريده محليه الغلاف تبعها عم تحكي على 15 اذار ب 7 اذار قالت انه ب 15 اذار في حرب انقال بايار في حرب. هلا عم كمان امبارح رويترز يعني مع كل يعني الوكالة الأهم ايه؟ كمان تفبرك خبر انه الحرب خلال 48 ساعة. هلا انت واضطرت رويترز تطلع نفي يعني عطول كل يوم في عنا. انت بتحاكم الموضوع من خلال اذا بدك المعطيات والمؤشرات الميدانية والسياسية. اولا بالمؤشرات الميدانية وهذا الشيء مصدره اثنين يعني المقاومة واليونيفيل. كل انتشار الجيش الاسرائيلي لحد هلا في منطقة الشمال من دون استثناء هو انتشار دفاعي وليس انتشار هجومي. هيدي واقعة مثبتة عم اقول لك بتقارير اليونيفيل وبتقارير المقاومة. اثنين كل ما ذكر عن حشود عسكرية اسرائيلية الى الشمال لا اساس لها من الصحة. الاسرائيلي بعده وضعه بالشمال وكل الحركة العسكرية كما هي، تموضعه بالشمال من 8 تشرين لهلا بعده مثل ما هو. ثلاثة واضح بالمعطى الميداني بمعطى الميدان انه في عطب بنيوي حقيقي عنده للاسرائيلي. وين عم يتمثل هذا العطب البنيوي؟ انت حاله الاعماء اللي عملت له اياها التقنيه للاسرائيلي من خلال ضرب الكاميرات والمنصات واجهزه الاستشعار والقبة الحديديه والمنطاد و و و هودي كليتهم بالتراكم. طيب عم بتفوت اربع مسيرات وحده منهم هدهد وما بنعرف شو عم ينقال من بعد هدهد، عم يرجعوا اربع مسيرات، واذا الاسرائيلي زبطت معه بسقط مسيره. طيب بالوقت ذاته حركه الاسرائيلي صارت مقيده بالجو عندك بلبنان. ففي طيب هيدا شو بيعطي هذا المعطى؟ يعني بيعطي المعطى ارجحيه بمحل ما، ما بتقول لك انه هذا الاسرائيلي بكره جاهز للحرب. اربعه كمان بالمعطيات، اليوم الامريكي عامل، ما بدي اقول انه مسكر، لا الاسرائيلي قالوا الامريكي نحن بعدنا عم نبعث، بس عامل تقنين على نوع من الاسلحه وجزء منها الاسلحه اللي بحاجتها الاسرائيلي تحديدا لحرب لبنان. هيدي في مشكله هلا معه، وزياره وزير الدفاع جالنت هلا على واشنطن لحل هيدي المشكله اللي هي تقنين بعض الاسلحه اللي بيحتاجها الاسرائيلي. انا عم اقول هودي كليتهم مع بعضهم بيقولوا لك انه مش رايحين نحن على حرب برغم كل التهويل اللي عم بيصير. زد على ذلك انه اليوم انت، انا برايي المحطات الفاصله الاساسيه، انا برايي 24 تموز تخلص زيارته، بعتقد هي 3 4 ايام زيارته لنتنياهو، يعني من هون لاخر تموز انا بقول لك يعني انا شبه يعني اكثر من مطمئن انه ما في شيء نهائيا. طيب ما راح يعملها نتنياهو قبل ما يروح على واشنطن، بده يشوف مناخ واشنطن. هونيك بواشنطن كيف بده يفوت على واشنطن نتنياهو؟ بده يفوت من بوابة انه هو رايح يعمل حملة انتخابية لترامب، كيف بده يردوا بايدن وجماعته على هذا الاحتفالية اذا عامل؟ كيف مشهدية الكونغرس وقت بده يخطب قدام الكونغرس؟ هل بيرجع من هونيك رافع علامة النصر بيقول لك ثاني يوم بدي اعمل حرب مع لبنان؟ في عنا اسئلة ما عنا اجوبة عليها، بس انا بقول من هلأ لا يروح نتنياهو راح تضل الحرب الاعلامية النفسية مستمرة وعلى هالوتيرة الميدانية. على الميدانية يلي طبعا الوتيرة الميدانية حتى انت فيك تنتبه لشغله، يعني الوتيره الميدانيه غير انجاز هدهد ومن ثم امبارح الاحداثيات، انت عمليا من عيد الاضحى لليوم في هبوط يعني اذا بدك او خفض بمنسوب التصعيد اللي صار بالجنوب. عم نحكي هذا معطى ميداني واضح مش مخبى. ثلاث ايام انت اولا العيد كانت كل الناس طلعت على جنوب عملت الزيارات على قراها، وعندك من بعدها كان منسوب الضغط مش مثل ما كنا عاهدينه. طيب هون اذا من هلا لاخر تموز انت بترجح نبقى على هذه الحال، ولكن بعد اخر تموز يعني بعد زياره نتنياهو لواشنطن الاحتمالات مفتوحه على كل اتجاه يا اما لا مش لهالدرجه؟ لا انا بقول انه من بعد زياره نتنياهو بدك تحط مجموعه عوامل. انا بعدني على وجهه نظري اللي قلتها المره الماضيه واللي مش انا عم بخترعها، اللي بيقولوها كتار ناس معنيين بالموضوع. الاسرائيلي لحظه وقف اطلاق النار بغزه بده حوالي السنتين تيكون جاهز للحرب. ثم نرجع للسؤال الاساسي اللي ساله سيجا، انت عم تحكي اليوم في هدف للحرب، شو هو هدف الحرب؟ بده يعمل بده ينفذ ال 1701، ما نحن خالصين الترسيم البري 95% من الاتفاق منجز، بيعرف هوكستاين انه هو هذا الاتفاق صار منجز. ومين بده ينفذ الاتفاق؟ يعني انت اليوم قل لي مين بده ينفذ الاتفاق؟ حتى لو راح عمل حرب او ما عمل حرب بده ينفذه مين؟ مين الضامن الاساسي؟ مين اللي على الارض؟ الضامن الاساسي مش راح يكون
مع احترامي للقوات اللبنانية ما رح سمي أسماء، بس أنه عمليا ولا لفلان اللي رح ينقل واقعيا الضامن الأساسي هي البيئة اللي موجودة فيها هذه المنطقة، وبالتالي عارف حاله هوكشتاين وقت اللي عم يجي يعمل اتفاق مع مين عم يعمل اتفاق، وقت اللي بيقول هو وطرح أسئلة، طرح الأسئلة اللي طرحه هوكشتاين بالزيارة اللي طرحه للبنان واضح من خلاله أنه الأمريكاني أولا مستصعب، مش مستصعب، صار مقتنع الأمريكاني بصعوبة الفصل بين لبنان وغزة، عم نحكي بالميدان مش عم بحكي بالسياسة، هاي واحد. اثنين، عندما يطلب من حزب الله والرئيس بري عملون انه روحوا مارسوا ضغطكم على حماس، بلكي بتقبل بخطة الرئيس بايدن، وكان جوابهم انه اهل مكة ادرى بشعابها وانه عندهم حريتهم ونحن نلتزم بما يلتزمون به، بس هي شو الرسالة تبعيتها؟ وعم بيتعامل معهم لحزب الله بصفتهم قوة إقليمية قادرة على ممارسة نفوذ على حركة حماس، يعني عم بيثبت لهم موقعهم لحزب الله في المعادلة الكبيرة، مش جاي عم بيقول لهم والله بدي أعمل وسوي فيكم. اثنين، بمضمونة كمان رسالته لهوكشتاين عم بيقول أنه أنا مش ضامن أنه إسرائيل بكرة إذا عملت حرب تكون النتيجة اللي هي بدها إياها. بنرجع على قضية الهدف، شو بده يعمل؟ بده يسحق حزب الله؟ بده يعمل شرق أوسط جديد؟ بنرجع بنقول إذا هو بكل وضع غزة وحصار غزة وما إلى يعني أفق دعم استراتيجي لإلها، فكيف المفتوح الخط وصره هونيك قاعد هونيك، فأنت كيف هون عم تحكي من هون مفتوح على سوريا وعيران زينبيون بباكستان؟ وهو بيعرف الإسرائيلي جورج، بيعرف الإسرائيلي، وهذه رسالة نقلت إلى الأمريكي، بيعرف أنه بموضوع بهذه النقطة تحديدا هو سأل وإجا الجواب أنه الحرب مع حزب الله لن تكون فقط مع حزب الله، يعني هو بيعرفه مع كل المحور. خليني انتقل لغزة. يعني سمعنا باربرا ليف هالأسبوع عم تحكي عن دور أساسي لقطر، عم تحكي عن جهود ما زالت تبذل، يعني صار لهذه الجهود أشهر مستمرة وما عم نوصل لمطرح معين. هل وصفت حضرتك بحرب عبثية وبحرب أنه ما معروف بالآخر لوين رح توصل؟ هذه الحرب العبثية هل رح تستمر؟ يعني تحولت لاستنزاف ولا شو؟ خليني قبل بس أعطي ملاحظة على اللي مرق، هو بموضوع الضغوط الدولية أو الحرب الإعلامية على لبنان في تقصير كبير من الجهات الحكومية اللبنانية، يعني صحيح في قسم كبير شائعات بس في قسم وقائع، يعني التحذير الكويتي هيدي واقعة منا شائعة، وأكثر من هيك وزير الخارجية الكويتي من بعد صدور التحذير قال عم ننسق مع الدول الخليجية الأخرى بشأن الوضع في لبنان، وهذه رسالة مبطنة إلى احتمال تكرار نفس الموقف الكويتي من دول الخليج، وهي بتكون خطيرة جدا على لبنان. اثنين، بموضوع الكندي، الفضيحة انه الموقف طلع نتيجة اتصال من وزيرة الخارجية الكندية بوزير خارجية الكيان وما حكوا مع لبنان، ومن هونيك اعلنوا انه ايه رح نجلي، علما انه كمان يعني هون بس للدقة هذا موقع السفارة الكندية هلا عم بفتحه هلا، صحيح البيان قديم بس تركينه فرونت بيج من كنديان سيتيزن بيرمننت ريزيدنس اند ذير ايميديت فاميلي ان لبنان يو شود ليف لبنان، صحيح ولكن تاريخه ايه بس بعده حاطينه، يعني بتفتح الموقع اللي سمع وزارة الخارجية هونيك عم بتقول بدنا نجلي 45,000 مواطن كندي من لبنان، بيفتح موقع بيطلع له هيدا اول واحد وحطينا باطار انذار، فمشان هيك هون ايه في تقصير حكومي كبير. شو لازم ينعمل؟ تقصير من مين يعني؟ ما بدي هلا افوت بتحميل المسؤوليات لانه برايي ما في عنا اليوم مسؤولين، في وكلاء للزعماء والزعماء فايتين بحساباتهم المصلحيه الضيقه، يعني تصور بكل اللي عم بيصير بكل الحاجه الى الجيش، في عندك حدا قاعد شغلته عملته يحرتق بالجيش، في عندك واحد قاعد عم ببيع بطاقات التراخيص تبع الطاقة الشمسية، شوف وين مسؤوليننا وشوف البلد وين. بس في اشياء مثلا اليوم مش هيك بس خليني نكمل نقول بس شفناه اليوم حمل حاله علي حمية ونزل عمل مؤتمر صحفي وبكره داعي السفراء يجوا. اهم خطوة انعملت مش للمؤتمر ولا الدعوات مع على اهميتهم، اهم شيء انعمل اليوم اعلنوا انه بده يرفع دعوة قضائية على الديلي تيليجراف، فمشان هيك انه كلنا منشد على ايده ارفع الدعوة بكرة التنين ارفع الدعوة وخلينا كلنا نتبعها حتى توصل لخواتيمها، لانه هاي اول شيء ممكن انه ترجع تعطي
السمعة المطلوبة لمطار بيروت. اثنين، ممكن تكشف مين الجهات الخارجية يلي عم تقوم بهذه الحرب النفسية والإعلامية. وثلاثة، ممكن تكشف إذا في أي عطب داخلي أو جهات داخلية عم بتساهم. نعم. فمشان هيك أهم خطوة ممكن تنعمل متابعة القضية. وأنا عن جد بدعي الجديد من بكرة تابعوها والحقوها يوم بيوم وين صارت هذه الدعوة اللي على الديلي تيليغراف، لأنه وقت بتحكي عن دعاوى قضائية على وسائل الإعلام الدولية مش عم نحكي عن محكمة المطبوعات اللبنانية بدعوتها على مدري مين، لا، هذا موضوع بيصير جدي وممكن حتى يطلعوا قرشين الشباب للمطار. طيب خلينا نرجع على غزة بشكل غزة سريع. غزة ما في شيء ينزيد، بعدنا بذات المطرح. نتنياهو يتبجح ويوهم الناس انه خلصت رفح، انا عم بخلص اخر كم شارع، بدي بعد كم اسبوع. وهذا يلي هوكشتاين قاله للمسؤولين اللبنانيين كذلك، وما بعرف يعني الى ماذا استند بهذا الكلام. طيب بعدين يعني شو بصير هلا؟ المشكله هذا اللي بدي كمل اقوله، اليوم التالي يعني من تاني ميل حماس لم تهزم ميدانيا، وبين اثنين، بين وهم الانتصار عند نتنياهو وعدم الانكسار عند حماس، ما في البديل الجاهز لليوم التالي. نعم. وهذا اللي ضلينا نحكيه من 8 تشرين. عندك يا استاذ جورج، وين الحاضنة العربية اللي فيها تروح تعمل مسار دولة فلسطين الذي لا عودة عنه؟ في محاولات قطرية ومصرية للضغوط ما وصلت لمطرح، لسوء الحظ البعض بقول ايه، لانه ايران مكملة بالضغط المقابل على حماس لعدم الوصول الى حل، وبالتالي ابقاء هذه الورقة بجيبة الايراني اللي بعده عم بيتفاوض مع الامريكي بسلطنة عمان، واللي رح يأجل التفاوض بانتظار الانتخابات الامريكية، لانه ما بده يعطي ورقة لبايدن اذا فيليل، وما بده يعمل مشكل مع ترامب اذا راجع. فبهالوقت هيدا لسوء الحظ الناس عم بتكمل تموت بشكل يومي، غزة عم بتكمل تتدمر، هيدي مأساة ما لها حل، الا اذا بكرة بتطلع حركة حماس مثل الحوار اللي كان عم بينعمل البسطين مع منظمة التحرير، او بواسطة القطري او المصري او حتى التركي حيوال، يجي يقولوا تعالوا نحن اتفقنا هيدي ادارة بديلة لليوم التالي تؤمن مصلحة غزة والغزاويين والفلسطينيين وفلسطين، وبتحط خارطة الطريق لمسار باتجاه دولة فلسطين لا عودة عنه. ساعتها كل العالم رح يضطر يكونوا مع هذا الخيار. نعم. كل العالم. طيب إشارة إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة عنا أنه السفير رامي مرتضى بدأ التحرك على صعيد الدعوة بلندن، الدعوة على صحيفة التلغراف البريطانية، فيبدو أنه السفير اللبناني رامي مرتضى بدأ التحرك على هذا الصعيد. بدي انتقل لعندك استاذ حسين، يعني تصريحات نتنياهو يلي عم بيدلي فيها وكأنه تشير أنه خلصت رفح. طيب ماذا عن اليوم التالي؟ يعني لما بيقول انه ملتزمون بإعادة مواطنينا في الشمال الى بيوتهم، وانه المرحلة الاصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها سننقل جزء من قواتنا الى الشمال على الحدود مع لبنان، يعني معناتها شو؟ كل المناخات اللي موجودة عند مراجع رسمية لبنانية تقول بانه بدأ العد العكسي لانتهاء العملية العسكرية برفح، ولكن مثل ما قالوا المفد الامريكي يعني بمعرض سؤاله تحديدا عند يعني المراجع الرسميه اللبنانيه، يعني خلال لقائه مع الرئيسين بري ومئاتي، كان عم يطرح المعادله يلي هي تنقسم الى شقين. ماذا اذا توقفت العمليه العسكريه في غزه، يعني الوقف اطلاق النار، تاني يوم شو هون؟ قال له نحن ملتزمين، قال اذا انتم ملتزمين انا تاني يوم بكون عندكم، بعده هو على التزام. سال سؤال تاني هو هذا الاهم، ماذا اذا توقفت الاعمال القتاليه من جانب واحد، من جانب واحد من اسرائيل، واستمرت العمليات الامنيه الموضعيه، انتم كيف راح تتصرفوا كلبنان؟ يعني توقفت الاعمال القتاليه، هل بيصير في وقف اطلاق نار من الجانب اللبناني؟ بعتقد بعده لهلا ناطر جواب على هذا الموضوع. بس هذا لا يمنع استاذ جورج، لا يمنع انه في مكان ما بين القاهره والدوحه، بعتقد انه بعد هناك مفاوضات مكمله. كانوا بلشوا الاسرائيليين بعتقد بالحكي عن موضوع التبادل الاسرى، بلشوا الحكي عن لائحه تضم 200 اسم هودي خارج البحث، يعني ممنوع هودي يكونوا ضمن التبادل. رجعت نزلت اللائحة ل 150. اليوم
يعني نقلا عن يعني مصدر فلسطيني معني بهذا الملف بيقول انه اليوم صاروا عند الاسرائيليين 10 اسماء يعني نزلوا من 200 ل 10 200 ل 10. هذا يعني انه التفاوض في مكان ما بعده مستمر، وبالتالي في فرصه جديه خلال 3 اسابيع انه يعني تحديدا قبل ما يروح نتنياهو على لانه نتنياهو هلا الحكي اللي عم تقوله بعتقد هذا جديد هلا ما هيك عم بيقولوا نتنياهو بعتقد هذا. ما تنسى كمان موقف الجيش، المره الاولى بيظهر الجيش الاسرائيلي موقفه حول لابد من انه انتهاء عمليه رفح، ما نطر قرار الحكومه وتقول له الحكومه خلصت، الجيش نفسه عم بيقول انه لابد ان تنتهي لانه خلص خلصت يعني بعدين بس هي الفكره اللي بدي اقولها. طيب بدي انتقل للملفات الداخليه، يعني اخبار الحرب والجبهه الجنوبيه فرملت كل شيء اخر في البلد بما فيها التحركات الداخلية والجهود اللي كانت عم بتقوم فيها بعض الأطراف والكتل النيابية. ولكن اليوم بيوصل أمين سر دولة الفاتيكان، الفراغ الرئاسي ملف أساسي بالنسبة له اليوم، البطرك الراعي قال إنه استمرار الشغور في الرئاسة الأولى هو بمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي في لبنان، وحكي عن كمان غير أشياء إلى علاقة بالرئاسة. ماذا عن هذا الأمر؟ ماذا عن زيارة أمين سر دولة الفاتيكان؟ خليني بلش أقول أنه الزيارة مهمة، هذا الرجل الثاني في الفاتيكان هو بمثابة رئيس حكومة، لكن في حوله خلينا نقول التباسات. أولا منا زيارة رسمية، لا يأتي الرجل الثاني بدعوة من الحكومة اللبنانية، وليست زيارة رعوية كنسية، لا يأتي بدعوة من الكنائس المسيحية اللي هي بشراكة كنسية مع الفاتيكان، جاي بدعوة من جمعية من منظمة معروف وضعها ومعروف ظروفها واعتباراتها. منشان هيك صار في كتير التباسات بروما أولا حول الزيارة وبعدين بلبنان. نتيجة هذه الالتباسات حاولوا يلبسوا للزيارة بعض الجدول يلي بيرجع بيعمل منها زيارة تليق بموقع الرجل، منشان هيك تمددت على الأرجح إلى 3 أيام، رح يتضمن جدولها وبرنامجها أكثر من خطاب وكلمة. هون علينا أن ننتظر هذه الكلمات لأنها ستعبر عن موقف الفاتيكان الرسمي وبالتالي موقف قداسة البابا. إضافة هناك حفل استقبال وليس لقاء قمة على مستوى بعض المرجعيات، وهناك استقبالات خاصة سيقوم بها تحديدا يوم الثلاثاء بمقر البابوية بحريصة، يلي ممكن تكون هي أهم ما في الزيارة غير الخطابات، لأنه يمكن البعض منا يكون بعيد عن الإعلام مع أقطاب مع قوى معنية. أنت بما قال لك ذكرت أنه كان في محاولة لجمع الأقطاب الأربعة لكن ما عمل على سكت، تم تكليف شخصين جسوا النبض باتصالات ثنائيه بلا ما نفوت بالاسماء لانه برجع بقول انه انعملت على السكت، اجت الاجواء غير مشجعه والاجوبه غير مشجعه فاسقطت الفكره. انما برجع بقول انه في سلسله لقاءات رح يعقدها يوم الثلاثاء من بعد القداس اللي بيعملوا بجامعه القديس يوسف، ممكن انه تكون هي بديل عن هذا الامر. بس الواضح جورج انه ما في رئاسي وما حدا مهتم وما حدا بده رئيسي، وهيدا الموضوع يلي بخليك تتساءل انه ايه انه وين رايحين طالما الوضع هيك، وين واصلين بظل هيدي الفوضى اكثر من فوضى بظل هذا الانهيار. فهيدا السؤال الاساسي، وهلا اذا بدك نرجع نحكي عنه بالاخر رح ارجع اختم معك بموضوع هالانهيار لوين. استاذ حسين، يعني اليوم البارز كان بوعظة البطرك الراعي يعني حكي عن اغتيال سياسي للنظام التوافقي، وحكي انه غياب رئيس جمهورية يعني عدم تنفيذ القرارات الدولية، وعدد يعني القرارات اللي لها علاقة بال 1701 بالقرار 1680 بال 1559 بكل شيء. يعني وين هذا الشغور؟ هل طويت صفحة الرئاسة على المدى المنظور هلا؟ ليك انا بفهم جورج انه يمكن يعني ما بدي اقول انه اكثر من غيره، بس بفهم انه في غيره عنده للبطرك انه
لها الموقع انه هالموقع يضل شاغر. عم نحكي صرنا سنه وثمان اشهر تقريبا ومكفيين كل البلد والناس كلياتها صارت عم تسلم انه رايحين على فراغ مستديم ما له افق، اقله بظل الانسداد الداخلي وما في تفاهمات بالاقليم. فبهذا المعنى انه الفراغ مستديم. فانا بفهم انه في غيره وحرص والى اخره. وطبعا لانه موضوع الـ يعني الانتخاب رئيس الجمهوريه بيسحب حاله على كل شيء، ولا سيما على الموضوع الاقتصادي ربطا بودائع الناس واعاده يعني اذا بدك التعافي المالي والاقتصادي وانتظام عمل المؤسسات الى اخره. ولكن عن جد يعني انا ما بعرف مين، يعني وقت اللي بده يحكي البطرك عن رئيس جمهوريه بالمواصفات تبعيته بده يكون عم بيطالب مجلس الامن بتنفيذ القرارات 3680 و1701 و1500، وان كمان انه ان لا يعود لبنان منطلقا لاعمال ارهابيه ضد شيء اقليمي يعني بهالمعنى. انا بعتقد انه بدا سؤال له علاقه فعلا بالمطبخ اللي حوله للبطرك. ليش عم بسال؟ لانه اذا كان الهدف انه انا ما يستمر الشغور بموقع رئاسة الجمهورية، طيب انت وقت اللي بتطرح عنوان من هذا النوع له علاقة بال 1559 وبتحول المقاومة اذا انت مختلف متفق معهم او مش متفق على موضوع غزة بتحولها الى اعمال ارهابية ضد اسرائيل نحن عم نحكي. بس هون خليني بين مزدوجين، في مصادر مقربة من بكركي اشارت للجديد بنشرة الاخبار انه البطرك ولا مرة وصف حزب الله او عمليات حزب الله بالارهابية، وهذا التوصيف المقصود به كما قالت هذه المصادر المنظمات او الفصائل غير اللبنانية وغير المنظمة. ما كان واضح النص هيك. بس لأنه هاي المصادر هيك النص مش هيك. النص ما بيقول هيك. هلا التوضيح يعني شفت المقدمة والمشهد يعني بالجديد. انا عم بقولها مش يعني مش بموقع التشفي الا بالعكس يعني بموقع الحرص. حرام يعني اذا انت اليوم بدك تملأ فراغ برئاسة جمهورية، هل هذا الخطاب السياسي اليوم بيساعد على انتخاب رئيس جمهورية؟ هل هذا الموقف بيخلي والله الثنائي يسحب انه هلا يقول له للبطرك انه والله انا خلص خليت عن سليمان فرنجية والله يزداد تمسكا؟ هل هذا الخطاب بيقول له تنروح على نموذج الرئيس المحايد او مقولة الحياة على طريقة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان؟ هل هذا الخطاب بياخدك على هذه المحلات كليتها ولا بياخدك على محل اخر؟ انا بعتقد انه يعني كان في ضرورة يصير في توضيح، لانه ما تنسى كمان في قمة روحية ثلاثة. وبالتالي يعني انا اللي فهمته انه بدأ نقاش حول عدد من المراجع، تحديدا عم نحكي بدون ما نخبي الاشياء، المجلس الشيعي هل يشارك او لا يشارك يعني من جراء هذا الخطاب. وجزء منه بعتقد صار في توضيحات على قاعدة انه لا، لانه المناسبة كمان إلى علاقة بموفد يعني باباوي على لبنان. يعني بس عم اقول ما كان في ضرورة له بالتوقيت اليوم ابدا. يعني كأنه نحط بوجه الموفد الفاتيكاني، ما نحط بوجه طرف داخلي او تنقول والله هو قاصد القيادة العامة يعني انفاق النعمة. ما بعتقد حدا قري على وجه الكرة الارضية وفهم انه المقصود منه. طيب قبل ما اختم مع استاذ جان وموضوع الانهيار اللي كنت عم تحكي عنه، كمان بموضوع يعني حكيت عن الكندا عن الإشاعات عن تلغراف، بس كمان في شيء له علاقة بأبرس مثلا، انه اللي صار مع أبرس كمان يعني هيدا هلا في ليك هيدا يعني أغلبية اللبنانيين كمان يعني الكلام ما رح طول انا بهذا الموضوع. فيما يخص أبرس أغلبية اللبنانيين كتار شافوا فيه انه هيدا مش وقته هلا. ليك أغلبية اللبنانيين لانه ببالهم يعني نتيجة الحرب الإعلامية والنفسية بيقول لك انا اليوم لوين بدي اهرب اذا سوريا مأزومة وأبرس اتسكرت مشنا لوين بدي اروح؟ لذلك يعني شعور اللبنانيين بهذا المعنى هو شعور نبيل وشعور انساني مفهوم. بس الفكرة الأساسية اللي طرحها يعني وقت اللي انطرحت هي إلى علاقة بالدرجة الأولى جورج، وقت اللي صار فيه بالليل 13-14 نيسان وقت اللي صار فيه هجوم المسيرات والصواريخ الإيرانية على إسرائيل في تلك الليلة، ما هنن عمل يقال أنه عمل 6 جبهات صد للصواريخ والمسيرات. جبهة أساسية كانت هي الجبهة الأبرصية، يعني كل الطيران الإنجليزي. وبعدين وضحوا الأبارصة أنه خي هيدي قواعد إنجليزية نحن ما قلنا علاقة فيها. ولذلك الحكي اليوم أنه هيدي ما تحسبوها علينا،
هن عمليا بالرسائل اللي بعتوها للبنان رسميا والتوضيحات اللي اعطوها، وبعتقد حتى وجهوا دعوه لرئيس الحكومه بس ما بعرف اذا رح يلبيها او لا، تيروه على قبرص. بعتقد تم تطويق الملف، يعني نعم. اعطوا الكلام اللي اجى من قبرص بعتقد كافي ووافي لتطويقها. استاذ جان بالختام معك، حكيت عن مسار انهيار، شو يعني مسار الانهيار ولوين بختام هذه الفقره؟ خلينا نحكي بذات السياق انه ايه اليوم في جبهة مفتوحة بالجنوب تشكل خطر وجودي على لبنان وعلى الدولة اللبنانية، وهذا أمر كلنا مسلمين فيه. أكثر من هيك، في حدنا كيان عدو معروف في نياته تجاه لبنان. طيب بمواجهة كل هذا الوضع تطلع هالأسبوع شو بتلاقي؟ تلاقي ظواهر من نوع في مواطن لبناني بمعزل عن اسمه وحجمه وصفته ورأيه نازل يقعد بقهوة بمنطقة بيروت، يتم الاعتداء عليه وطرده بذريعة انه هو رأيه معارض لرأي الناس اللي كانوا موجودين هونيك. في مجموعة سياح عرب كانوا بمنطقة أفقة تم الاعتداء عليهم بشكل وحشي لسبب لحد هلأ مش معروف، ما استرجوا يروحوا يتقدموا بشكوى لدى المخفر. في عندك شركة لبنانية يتم اضطهاد آلياتها بحجة انه هول عم بيضطهدوا الآليات بدهم يمحوا إسرائيل هلأ، وهيدي الشركة يمكن عم تمنعهم. في ميليشيا موجودة على مدخل بيروت الجنوبي طلع خبر، وخبر منه مسيء لإلها، انه ايه انه بلشت تعمل نوع من اعادة تموضع، طلعوا بالاعلام باسم حدا اسمه مسمي حاله المسؤول الامني والعسكري لهيدي الميليشيا، بدهم ابدا نحن ما بننسحب، نحن موجودين هون كضيوف ومش محتلين ارض، بس نحن عم نقاوم اللي احتل ارضنا. هو قاعد على جنوب مدخل بيروت من 60 سنة اللي يحرر أرضه. هيدي الظواهر شو بتعني استاذ جورج؟ ما بتعني انه ما عندك رئيس جمهورية، ما بتعني انه ما عندك حكومة كاملة الصلاحيات، ما بتعني انه ما عندك دولة. هاي الظواهر بتعني انه رايحين على مطرح ما عندك عقد اجتماعي ليعيشوا هود الناس بين بعضهم على أرض لبنان. نحن مجموعة البشر لنكبنا بانه نعيش مع بعضنا هون، ونكبنا هيدا البلد الجميل بحالنا وبمكباتنا ونفاياتنا لتشويهه. نحن بحاجة لعقد اجتماعي يقول شو اللي بيرعى حياتنا مع بعضنا، وتعوا يا خي قولوا لنا شو اللي بيرعى حياتنا مع بعضنا. قانون نمشي معكم بالقانون، دستور نمشي بالدستور، ميثاق عرف شرعية عربية شرعية دولية، نقولنا شيء يرعى حياتنا مع بعضنا كعقد اجتماعي، وإلا رايحين على شيء مثل الصومال ومثل أفغانستان، حتى ولو زالت إسرائيل يلي منتمنى أنه يكون هذا الأمر بكرة. وبدي أقول للي بيردوا على هذا الكلام بالمسبات وبالشتائم ينتبهوا، عم بيأكدوا وعم بيعطوا انطباع لكل اللبنانيين أنه أنتم مش بس عم تعطوا انطباع أنه مفلسين فكريا، عم تعطوا انطباع أنكم ساقطين أخلاقيا، وهيدي معضلة إضافية عم بتزيد الانهيار يلي هذا هو الأساس يلي عم بيواجهنا. بالوقت يلي برجع بقول لك مسؤوليننا، وذكر اليوم البطرك شي شغلته يحتق بالجيش، شي اليوم عم بيرجع ينبش تراخيص عطيوها من سنتين ويبيعوها، بتعرف شو عم يعني عم تحكي بملايين الدولارات عم تنبيع تنفيعات. هيدي أولوية المسؤولين عنا، وهيدا واقع البلد، الله يستر وين نوصل. طيب شكرا لك جان عزيز، شكرا لك حسين أيوب، نرجع نلتقي معكم الأحد المقبل بفقرة جديدة. بأولا بعد هذا الفاصل الإعلاني أستقبل النواب قاسم هاشم، سليم عون، رازي الحاج وأديب عبد المسيح. في هذا المحور من حلقة الليل نقاش حول العناوين والمستجدات الساخنة من الجبهة الجنوبية إلى الملف الرئاسي الذي يبدو أنه خلال هذا الأسبوع صار بحكم مش بالصدارة نظرا للتطورات الميدانية وللمخاوف حرب أو مش حرب. نقاش حول هذه المواضيع مع النواب عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، عضو تكتل لبنان القوي سليم عون، عضو كتلة الجمهورية القوية رازي الحاج، ونائب المستقل اليوم أديب عبد المسيح. ما بعرف شو بدك نبارك لك، بتباركوا له يا جماعه شو يعني لازم نبارك لك انك تركت الكتله ولا شو؟ الله يبارك اول شيء للجميع. ايه هي البركه. او منبارك لهم لالهم انه ارتاحوا. برافو عليك. شو
ايه النائب المستقل، انا كل عمري مستقل بس انه هلا هيك صرت فري اكثر. ايه بس انت كنت ضمن كتله ولا عملت مؤتمر صحفي وشرحت ليش تركت والى اخره، ما بدنا نرجع نكرر الحكي. المهم في عنا نائب مستقل. نائب مستقل تفضلوا عندك. لا انا شوف الهواء قلت لك ما تغير شيء، بعضنا مثل ما بنعرفه نائب اديب عبد المسيح بعضه نائب اديب عبد المسيح. يعني انا برايي بنظرتي للامور كيف كانت، ما كان انه هو اعتبر ملزم بشيء معين وهلا تحرر منه او العكس، بعضه هو يعني ما بالنسبه لي يمكن تغير بالهيك بالاسم بس انه بعضه مثل بالمضمون. بس قصدي صار في نائب، شوف ملك شادي بس صار في نائب خارج الكتل. يعني شو في نواب خارج الكتل فهم، بس مثلا ضموا لكتلتكم اهلا وسهلا. نحن بالعكس قديم بنرحب فيه بشكل دائم وصديق. بتوسعوا من الجنوب للشمال طبعا. لا قصدي اقول انا ما انتقل من محل لمحل، بعضه هو هو اللي عبر عنه قبل ما وقت كان بالتكتل او بالكتلة اللي هني فيها، وما بعد ما غير ما لا بمواقفه لا بنظرته لا بشيء. بعضه اديب عبد يمكن غيره كان بده يغير بس هو لانه بقي ثابت على مبادئه على مبادئه غيرت لقبوه. ما في شيء كتله مثلا انت هيك يعني حكى انك ممكن تصير مع كتله نواب الكتائب؟ لا ابدا. انا هلا حاليا حتى اشعار اخر نائب مستقل طبعا ضمن صفوف المعارضة وموجود مواقفي لم تتغير لم تتغير ابدا مثل الاول وثابت. انا طبعا ثابت بمواقفي لكن انا بدك تعتبرني دائما هذه بضردة اليمين الوسطي اليمين المعتدل، هيك بحب سمي حالي لانه انا معتدل ومنفتح على الجميع لمصلحة البلد. مش طب ما في شي كتلة مثلا بتحس انه هيك حابب تنضم لها او هني عم بيعرضوا عليك تعا صوبنا؟ كلهم احبابي وكلهم اصدقائي. مين اكتر شي اذا عم تقلي الكتائب؟ لا القوات مثلا ليش ما بتصير؟ لا اول شي الكتائب طبعا اللي الشرف بيكون انضم مع الكتائب وما في مشكلة كمان. نحن ضمن فريق المعارضة واحد. القوات يعني عندهم كتلة؟ القوات ما عندهم كتلة. ما عندهم كتلة القوات؟ ولو تكتل الجمهورية القوية شو؟ تكتل في فرق مهن تكتل أيوة. لانه القوات مش قوات في ناس لا خليك وغير عبر موضوع الراجل مش قوات بس منشان هيك يعني انت يعني انت ممكن يعني ممكن تصير معهم بكتله لا لا القويه بس انه كنت عم وضح انه ما انا عم بسالك ليش ما بتصير الجمهوريه ليش ما بتصير بهالكتله فازل بك عم يبرر فعلا عم بزيد لكم عاداتكم منيحروق شوي عم نفاض. اولا الاهم وحده المعارضه بالرؤيه وبالموقف هوديكي تفاصيل يعني الكتل واعدادها ثاني شيء نحن بالمعارضه عندنا معركه اساسيه اليوم استراتيجيه هي مواجهه خاطفي البلد بعتقد هذا هو يعني الاساس الحفاظ على هذه الجمهوريه الحفاظ على الدستور والسهر على منع اذا بدك يعني الامعان بضرب الدستور وبالتالي كل شيء تاني انا برايي اليوم ثانوي والقوات اللبنانيه او المعارضه هي قضيه وطنيه تتخطى الامور اذا بدك الشخصيه او المرحليه او الزمان او رح ناقش معكم كل هذه العناوين ولكن بدي بلش من الجنوب. دكتور قاسم هاشم، حرب او لا حرب؟ الناس كلها خلال هذا الأسبوع كانت أنظارة على الجبهة الجنوبية على التطورات الميدانية على الحرب النفسية أو الإشاعات يلي انتشرت بالبلد وعلى زيارة هوكستين. كان في يوم أمريكي طويل مع زيارة هوكستين. شو حصيلة هذه الزيارة؟ واللقاء الأساسي كان عند دولة الرئيس بري ثم كان في زيارة لتل أبيب على أساس يرجع بأجواء معينة لم يعد. ما بعرف إذا صار في يمكن جواب عن طرق معينة ولكن ما سمعنا أنه صار في تواصل أو صار في رد للأجوبة. شو طبعا شو وين صرنا؟ اليوم الوضع بالجنوب مثل ما الكل بيعرف طبعا بالأسبوعين الأخيرين كان في تصعيد ارتفعت وتيرة هذا العدوان وتوسعت كمان يعني بالامس كان في استهداف بالخياره بالبقاع الغربي يعني خارج قواعد معينه، طبعا نحن عم نتعاطى مع عدو متفلت ومنه ملتزم، بالاساس هو متفلت من
اي التزام وما بينصاع لا قواعد اشتباك ولا لا قيم ولا اعراف ولا قرارات دوليه. واليوم بيحكم هذا الكيان حكومه يمين متطرف وطبعا بعقليه مغامره مقامره. طيب هذا واضح هذا التوصيف، ولكن من هون بدي انا زياره هوكستين ولقاء الرئيس بري. طبعا شو نقل للرئيس بري؟ الرئيس بري شو ناطر جواب منه؟ لانه راح على تل ابيب حاملا معه هوكستين. ايه زيارته اول اجى على الكيان، ايه بعدين اجى لهون. طبعا كان بدفع مباشر من الرئيس الامريكي، كانت زياره لتخفيف حدة التوتر. هذا الكلام بحثه انتقل للبنان وعم يحكي بكيفية فعلا التخفيض من حدة هذا التوتر. كان الرئيس بري واضح وهذا الكلام قيل ونقلوا الاعلام انه اذهب اذا اردتم فعلا تخفيف التوتر فما عليكم الا فعلا الحديث مع هذا الكيان اللي هو عم يوتر، اللي هو عم يصعد، اللي هو حاله وراح هالكيان اقله. طبعا هو حاول بقدر ان يحفظ نسبه من الهدوء بالعوده، وانطرحت افكار انه ممكن العوده الى قواعد اشتباك معينه. الرئيس بري طبعا كان واضح انه التخفيف من كل مساحه العدوان اللي توسعت بالايام الاخيره بالاسبوعين الاخيرين، يعني العودة لقواعد معينة اللي كانت التزمتها المقاومة بالأيام والأشهر الأولى من الحرب الدائرة بالجنوب. وعلى هذا الأساس هو انتقل وعاد للكيان طيب هوني على أساس يتم الأبلاغ. شو معلوماتكم؟ لا أبدا، كل المعلومات أنه كانت لقاءات صاخبة وكانت فاشلة وما وصل لمحل ولا لأي نتيجة ممكن تؤدي لتخفيض هذا التوتر. إذن ولا بشكل إذن بعدنا مطرحنا. إيه طبعا إذا بدنا نوصف المرحلة، هل هي استاذ سليم عون، هل التوصيف هذه المرحلة إنه المرحلة خطرة؟ هل فعلا إنه نحن آدمين على مش حرب ولكن تصعيد أكبر مما نحن فيه؟ شو نظرتك لهالأمر؟ استاذ جورج، نحن بالحرب، هو الخطر من توسع هذه الحرب. هلا انا ما بدي استخف اكيد من هالخطر هيدا، وهيدا الاساس بموقفنا نحن اللي اخذناه من اول نهار من الخشيه انه تتوسع الحرب. بس هلا بتحليل منطقي وسريع، انا ماني شايفه ومش عم طمن، معناتها انه الناس تطمن، لانه بضل في عندك هامش انه هيدا ما بتقدر تتحكم فيه، تطورات ما بتتحكم فيها. بس قراءتي والمعلومات اللي عندي اياها، رغم كل هيدا التصعيد الكلامي والإعلامي والتهديدات، منا بوقت قريب. والسبب لأنه الحرب بتصير لتوصل لنتيجة. اليوم بتيجي بتطلع نتيجة أي حرب بدها تصير اليوم هي دمار شامل للكل. يعني صحيح لبنان رح يتأذى، حتى ما ناخدها أنه هيك، بس كمان مش مزحة إذا توسعت وانضرب لبنان كمان العدو بده كمان. يعني برأيك توازن الرعب ما بتسمي توازن رعب؟ إيه في توازن، مش إنه رعب بس إنه في توازن بيخلي إنه لأنه ما حدا مرعوب. لا معنا ليه ما عم سميه رعب؟ لأنه ما حدا مرعوب، إيه بس كلهم بالحكمة وبالعقل عم يتصرفوا. كثير عقل. استاذ رازي، توقع الدكتور جعجع بحواره مع الشرق الاوسط امبارح ان يذهب الوضع بالجنوب الى مزيد من التفجير، وانه نكون على ابواب تصعيد اكبر. وهذا الكلام يخالف مثلا اللي قاله هلا الاستاذ سليم، اللي عم بقوله دكتور قاسم هاشم. يعني كيف ليش انتم تتوقعوا تفجير وابواب تصعيد اكبر وما بعرف شو؟ يعني هيدا جزء وكانه من حمله التهويل يلي عم نسمعها من الخارج. هيدا الكلام يتوافق مع الميدان. يعني اذا بتشوف شو عم بيصير بجنوب، رغم انه التغطيه الاعلاميه يعني ما عم بتكون او يمكن مش مسموح تكون بالقدر يلي ليش مش مسموح كل يوم، يعني بكل نشرات الاخبار المندوبين يعني عم بيطلعوا وعم بينقلوا صوره وعم بيكونوا على الخطوط الاماميه، ما في حدا مانع يعني مباشر في خمسة خصوصا الجديد الليلة كان عم مباشر من الخيام والكفر كلها وغيرها. دكتور قاسم، ايه
حضرتك قبل ما فتنا كنت عم تقول طبعا انا عم بقول انه الوضع بجنوب اسوأ من 2006. لا انا عم بحكي ايه بحجم العدوان. هذا حجم العدوان حجم أوكي. العدوان يعني اليوم لا لا اذا عم نطبع نحن كلام على الطاوله ورا الطاوله نحن عم نقول بما معنى حجم العدوان ولكن طبعا هذه تضحيات بس خليه متعود عليه يعني ما بخاف انا اللي عم اقول الوقائع في الجنوب بتدل انه عندنا جنوب مدمر عندنا 5400 وحدة مدمرة بالكامل فوق 10000 وحدة متضررة ملايين الأمطار محروقة فوق 120000 مهجر طيب انه هيدا شو بيعني يعني هيدا بيعني انه والله هالمغامرة اللي أخذ حزب الله فيها البلد هي هيك كانت مغامرة محسوبة وحققت يلي هو حكي فيه يعني اولا على المستوى القضية الفلسطينية لا قدمت ولا أخرت بمعركة غزة والكل بيعرف وعلى مستوى الداخل اللبناني أخرت كتير وبدراسة أعديناها في تقريبا 7.7 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء خطف حزب الله لقرار السلم والحرب واخذ لبنان على هيدي الحاله طيب بس انا خليني كفي لك لا انا سؤالي تحديدا انه التصعيد والتفجير عم نسمعه كل يوم لو ما هوكشتاين استندت فيها لعشو بقول لك هوكشتاين ما عم يعمل جزدوره كان يعني والله جاي كان يعمل سياحه بلبنان ورجع راح على اسرائيل لو ما في كان معطيات والكل بيعرف واكيد انتم بتعرفوا على تصعيد وخوف من تصعيد ما عمل هالزيارات المكوكيه اليوم الاعلام الغربي كله والاعلام الاسرائيلي حتى والوضع بلبنان بدل انه المسار بطل مضبوط واذا حزب الله بده يكفي بهذه المغامره يمكن ياخذ البلد على مصيبه كبرى سميها الدكتور جعجع يلي هي حرب عدوان اسرائيلي كبير على لبنان ويلي نحن متخوفين منه من اول لحظه وطلبنا بتطبيق 1701 ما نوصل لهون لو نحن متآمرين يا استاذ جورج ما قلنا عنك متآمر قلنا انه هذا الكلام هذا الكلام مش منا يرى فيه ايه كلام اللي عم نسمعه من الكل يعني انه شو انه انتم متآمرين من جوقة محور الممانعة لو نحن متآمرين ما بنطالب ال 1701 طيب وين كيف هالكلام دكتور اول شيء الجوقة كنا هذا المحور بغض النظر كنا بننطر الحرب حالنا محور ايه. بس عم بقول هالمحور اخذ لبنان وخاطف لبنان واخذه على الدمار ما حدا خاطف لبنان هلا شرح لك اي شيء يعني صراحة استاذ جورج موضوع الحرب والسلم هذا ما هو بايد لبنان دائما هذا الموضوع مين اخذ القرار يا دكتور قاسم هذا القرار المواجهه مفتوح هذا مسار مع مين العدو مفتوح القرار مين اخذه بالنسبه لنا نحن نؤمن بهذا الصراع مع هذا العدو انت فيك تختصر لي قراري نحن ناس على الحدود مين سمح لك تخطف لي رايي نحن احرار لانه هذا البلد لو لم يكن هنالك من يدافع عنه البلد لم نرى من يدافع عنه هنالك مقاومه مواطنين وقوى سياسيه تدافع عم بقول لك مين سمح لك تاخذ لي قراري انا بصراحه لحالي لو ما هي القوى المقاومه هي سمحت لحالها ما كان في دوله ولا كان في كنا بنقعد هون ولا كان في حكومه ولا كان في عاصمه هيدا هذا الجنوب وقرى الجنوب هن اللي دافعوا عن كل لبنان ولو لم يكن هناك مقاومه وناس موجودين على الارض ما كان في بلد بعد اليوم سليم. يا ما كان في بلد ما في دوله فما توضعوا دائما هذا الموضوع بالاطار خلينا نحل ما نحن اصحاب قضيه ولا شو رئيس الجمهوريه ولا شو رئيس الجمهوريه انتوا هيك بدكم نحن بدنا بلد بسياده بدنا بلد عنده كرامه وطنيه بحافظ على كرامته هذا الدم اللي عم يندفع والتضحيات هذا من اجل هذا البلد استاذ سليم استاذ سليم انتم موقفكم من الاساس موقف الوزير جبران باسيل كان انه ضد ربط الساحات صحيح وانتم لستم متضامنين مع حزب الله بقراره فتح الجبهه الجنوبيه ولكن اليوم ازاء ما يحصل يعني انتم فيما لو وصلنا لحرب شو بتعملوا شو موقفكم بيكون نحن منشان هيك قلنا بس كل اعتداء بده يصير على لبنان نحن اكيد بدنا نوقف بوجه الاعتداء واضح أي. نحن قصة ربط الساحات مع انه انتبه ربط الساحات مش بس اني فريق حزب الله رابط الساحات ليش فريق العدو الاسرائيلي مش رابط الساحات ما انه امريكا بتجي بتتدخل وبتحمي اسرائيل وبريطانيا مش عاملين وحدة ساحات بس ليش هونيك من غض النظر عنهم ومسموح يتدخلوا من كل بلدان العالم
وهون نحن عند أن نظرتنا اللبنانية. إيه بس أنتم موقفكم بعده يعني كان في موقف حاد بالبداية وسبب مشكلة مع الحزب، هل موقفكم بعده حاد تجاه قصة ربط الساحات؟ يعني أنتم الساحات كفريق سياسي من شو من رافضين يلي عم بيعملوا حزب الله أساسا بالجنوب؟ أنتم متفاجئين بهيدا الموقف اللي هو كل عمره كان هيك. إيه؟ لش أيمتى كنا نحن حتى بعز تفاهمنا مع حزب الله من 2006 كنا مع ربط الساحات؟ يعني انتم مش موافقين على فتح جبهة الجنوب؟ ربط الساحات؟ لا اكيد اكيد، أكيد مش أكيد موافقين. طيب خاصة سمعنا يعني هيك سمعنا شو عم بيقول. بدي كفي بس ما في هيدي لا اله. طيب تفضل. ايه انت بالاخر اليوم برأيي عم نناقش الموضوع من ناحية الغلط. نحن بالاساس في مشكلة عمرها عشرات السنين ولبنان عم يدفع ثمنها، واساسا لتنوجد مقاوم. وانا اللي عم بحكيك انا اصلا تنشئة مقاومة كانت مقاومة زحلية بوقتها. هيدي بتفرض عليك، هاي امتى تفرض عليك المقاومة؟ انت بتجي نتيجة مش انت السبب. اليوم نحن اعداء مع اسرائيل مش لانه في مقاومة وفي حزب الله وفي ناس عم بتقتلها، اعداء معها لعدة اسباب هلا ما بدي اتوسع فيها. بما معناتها انت وقت بدك تجي المقاومة بس القوى الشرعية والسلطة ما تقدر تقوم بواجبها او ما يكون عندها الامكانية تقدر تقوم بواجبها. نحن لكون دقيق هون، نحن كل خشيتنا مش هلأ لحد هيدي اللحظة ما عنا المشكلة بالحرب اللي عم بتصير. نحن ما بدنا تتمدد على لبنان يا سليم، ما بدنا تتوسع. ما وقفوا نابع من مصلحة لبنانية فقط او رابط موقفه لك انا بموقف ايديولوجي. بالنسبة لي هو أكليمي. او غيره اللي بيقدم ابنه شرفك واللي بيقدم ولاده عن جد يعني اليوم خليك بدك اياه ما تحكي لي عواطف. عم بسألك سؤال برأيك حزب الله انا ما قطعت حدا. عم بسألك سؤال خليني كف بخلص حكي بتسألني. طيب خلص حكي وجاوبوا على سؤالي. انا مش بسمع. انا بدي احضرك تحضرك في البيت اذا بدك تحكي لحالك. ما حيالله انسان. ايه لا كفيلي كفيلي فكرتك كفيلي. بدي احكي تفضل. مش جاي شارع ولا جاي عم بس عم بيسألك. طب خلص فكرتي بسألني سؤال. بعد في اديب عبد المسيح بلشنا معه وعملنا له هيك إلوج بس بدنا نكفي. تفضل. ايه خليه بس اعمل انا بالاخلاقيات ايه وبالاصول. بس يبقى شخص خاصه لبناني عم بيقدم ابنه يبقى عز ما عنده كرمال قضيه بيامن فيها، انا برايي من المعيب تيجي تقول له انت عم بتقدم كرمال حدا تاني لانك تابع لانك عميق. هيدا جوابك لرازي الحاج وقت اللي سألك. انا قبل ما يسأل بس هو عم يسأل بالمبدأ. انا ضد انا مش مين ما كان لبناني حتى بالحرب الاهلية اللبنانية. ايه كل واحد على طريقته اعتبر عنده قضية وقدم ارواح شهداء. اليوم انا اذا دعيت عند حي الله فقه حتى اللي كان مش رأيي من رأيهم بوقتها بحترم شهادتهم. طيب. إذا كنت من الموقف هيدا الإنساني والأخلاقي بما معنى وضحت. خليه بس يسألك هالسؤال تأرجع عند أستاذ أدي. يا شو أستاذ سليم أنا سؤالي، قرار حزب الله بفتح جبهة الجنوب كان نابع من مصلحة لبنانية بحتة؟ هيدا السؤال بس جاوبني عليه. يعني عنده قضيته رح جاوبك. جاوبني بالمباشر بهذا الموضوع. انت حط حالك محل حزب يعني الله. ليش ما صارت ب 6 اكتوبر؟ خلي السؤال اكثر من الجواب. تفضل خلينا ناخذ الجواب. تفضل. ليك انت لتكون عادل ومنطقي مش هيك لا من شعبويه ولا لاني كيديه سياسيه او لاني ضد هيدا الفريق. بدك لتكون اكثر شيء عادل تحط حالك محل الفريق هيدا. اول شيء في واقع انفرض علي هيدا واضح ما عاد بده، مش هو كان بالاساس لا معه علم ولا حضر. في واقع صار هو امام خيارين وانا برايي اثنيناتهم صعبين، ليش عم نتمرجل نحن؟ انت خذ العكس، لو قرر حزب الله ما يدخل، ما هن الشباب بلشوا من اول نهار فرجينا وليه ما بترد؟ ما انت لاحظ مين يعني شباب؟ كيف مش بالمعارضة مش هني بس سمعتوا اصوات. طيب المهم الشباب ما بدي اسميهم بلشوا يزيدوا على حزب الله. ما انت المقاومة تفضل ما شوف شو بدك تعمل. اللي قصدي اقوله انا مش هون، اللي بدي اقوله القرارين صعبين. ما تعتبرون دخول هنين. وعدم الدخول طيب. بالاخر هو زين هو اخذ انت اذا كنت خيار الدخول كنت محله ايه مش هو القرار عم بالك لمصلحة لبنانية عم يسألك هذا السؤال بالنسبة له ايه لمصلحة قضيته بس بالنسبة للمنطق نحن لو نحن نحن موقفنا كان كان ضد معناتها بس من وجهة نظرنا نحن بس بدي افهم له
بدي افهم له وجهة نظره. لانه كمان الخلاف مش معناته انا بدي يكون كوبي كونفورم عنه. انا استاذ اديب بس كمان اذا بده يتعرض لاي اعتداء انا الى جنبه. هيدا اللي بدي اقوله. عم نشوف انت هلا جاوبني بس اذا لمصلحه لبنان عم بقول لك لا بس قال لك انه من وجهه قال لك من وجهه نظره يعني لمصلحه بدك تجاوب اول شيء بدك ترجع جاوب خليها ما حدا فتح هذا الموضوع وثاني شيء اسرائيل من 2006 لليوم حزب الله واسرائيل ما صار في اي عمليه بين بعض بس على طول في خروقات لحظه في خروقات ما صار في اي اعتداء بين بعضهم البعض خروقات متليه بتعرفها قرار الحرب يلي اتخذه فتح جبهة الجنوب اللي اخذها حزب الله اخذها بقرار لمساندة غزة بأمر حصل خارج الأراضي اللبنانية أوكي. بقرار إيراني لإرسال رسائل أقليمية أنا اللي عم أقوله مصلحة لبنان وين من هالقصة من بعد ما صارت اليوم بعد 9 أشهر شو النتيجة؟ خلينا نحاسب بقى الناس وضح النتيجة استاذ أديب دايما عن النيات موقفك بالنسبة لهالأمر يتطابق مع موقف الاستاذ رازي كيف. بس من الآخر بدي أسألك في حال صار في حرب في حال توسعت يعني في حال مثل ما توقع الدكتور جعجع أنه مزيد من التفجير وعلى أبواب تصعيد أكبر وإلى آخره أنت شو موقفك؟ موقفي حيكون مثل 2006 حنكون ضد إسرائيل ما فينا نوقف بحرب ضد لبنان مع ضد جهة داخلية مين ما تكون مع إسرائيل طبيعيا بدنا نكون ضد إسرائيل لكن نحن اليوم عم نبحث بالسبب اللي أدى لهذه الحرب وهو إنه انغماس حزب الله والانفراد بقرار السلم والحرب وخطف رأي جميع اللبنانيين أو خلينا نقول نصف الشعب اللبناني كمان أنا سمعتك عم تقول الخروقات الإسرائيلية خروقات الإسرائيلية هي ضد الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية هي بتعرف تجابه هذه الخروقات بالسياسة والدبلوماسية والأمم المتحدة ولو ما طلع من أمر يعني الشيء الأراء يعني بالأمم المتحدة القرارات وين عم بتروح من كيف عم تنصرف يعني ما عم تنصرف وبعرف إنه الأمم وبعرف إنه الأمم المتحدة ما عم تقوم بشغلة صح ولا مجلس الأمن ونحن بنعرف هذا الشيء لكن لا بديل عن الشرعية اللبنانية والدولية ونحن هيدا دايما لازم نتكبش فيها حتى لو برغم المصاعب نتيجة حتى لو ما وصلتنا هلا بس لحظة لحظة خليني انا تشوف خليني هيك بالنص وقول انه انا مع المقاومة ومع الدفاع عن لبنان مشرعة بالحكومة انا اليوم هيدي الحرب بالذات عم بقول لك مشرعة بالبيانات الوزارية هيدي الحرب بالذات لا لا دستوري وغير قانوني لا عندي عندي مأخذ على هذا الموضوع هذا المجلس النيابي هذا المجلس منو عاطي ساعة للحكومة وبالتالي مش موافق على هذا البيان الحكومي السابق انتبه لهيدي هيدا هيدا موقف قانوني ولا قانوني هلا دكتور قاسم صار له سنين نايب هو موافق على هيدا نحن مش موافقين هلا هلا بدنا نحكي بالنسبه لهي الحرب بالذات هي الحرب واضحه وبلسان حزب الله انه هي اسناد لفلسطين وليس دفاع عن لبنان وبالتالي حتى بالمنطق المقاومه هيدا الموضوع غلط لانه اجى نتيجه اسناد وتدخل بدولة تانية نحن مش موافقين نتدخل معها عسكريا بس قال لك استاذ سليم قال لك استاذ سليم انه من وجهة نظرهم يعني هن ضد لا 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 ضد ربط الساحات ولكن لا لا هون الاستاذ سليم بيوافق معي لانه ضد ربط الساحات ايه صح صح ايه انا مش معنا ربط ضد الاسناد يعني ايه بس هو تفهم انه من وجه بدك تفهم الاخر انا بقى ما بتفهم الاخر انت ما بتفهم مع الشرعيه الدوليه انا ما جاوبتك على هوكشتاين لانه بتصور ما حدا بدك المعلومه ايه تفضل اوكي هوكشتاين اليوم اجى انت شو مصدر معلوماتك؟ انا ما بحلل انا يا بعرفها يا ما بعرف بس منين مصدر معلوماتك؟ عندي مصدر ما فيك شوف ما في طيب خطر يعني صرت لما صرت خارج الكتله صرت اخطر صار كل اللي بيحكي معي بدك تبقى بالفقره الاولى مع حسين جان يلا لا هوديك بحللوا انا ما بحلل لا بس لا عندهم معلومات ولو عندهم معلومات ومعطيات لاساتذه عنده خطه جاهزه لتطبيق القرار 1701 واجت يقول انا جاهز بدنا بقى ننهي الحرب بالجنوب وهيدي الخطه جاهزه وبالمبدا في توافق عليها من اسرائيل
وحيكون في توافق عليها لبناني، لأنه بيعتبر أنه حتى الطرف اللبناني حيوافق عليها. شو وصل بالآخر؟ وصل مثل ما قال الدكتور عاصم، عم اقول لك ليش اجى. يعني اجى، بس هو ما اجى من لتي الخطه، هذه الخطه سابقه لزيارته هلا بالزياره. هذه الخطه سمع انه جاهزه وواضحه. هلا الشيء المش مكشوف انه كمان اجى هوكشتاين تينقذ الاداره بايدن، لانه هني داخلين على انتخابات واذا بيصير في حرب هيدي الاداره ممكن تكون مهدده انها ما يتجدد لها، وهيدا موضوع خطر واستراتيجي بالنسبة لألون. ثالثا أكيد بضل أنه تخفيف من التوتر يلي هي لمصلحة لبنان ومصلحة إسرائيل أولا بالنسبة لألون، كمان هي جزء مهم أنه يخفف التوتر. يعني جاي يعمل انتخابات. هسه في شغلة إجا كرمالة، عم بيصير في تنسيق أمريكي مع الجيش اللبناني، إذا صار تطبيق القرار 1701 يكون في جهوزية ميدانية عسكرية ما بين الجانب الأمريكي والجانب اللبناني ليتم تدريب الضباط وتزويد العتاد والجنود، لأنه هيدي بدها تدريب وتجهيز وبدها فترة طويلة تتنفذ. هيدي لكان العناوين، ولكن ما جاش موجود. لا أبدا مش موجود. جاش لبناني موجود على موجود، لكن حماية الحدود بدها تدريب خاص بال 1701. حدود شو؟ بدنا نحمي العدو حراس حدود. لا طبعا ما راح نحمي لبنان. هذا العدو بدنا نحمي لبنان ونحمي حلي امن وسلاح. بدنا نحمي لبنان واللبنانيين من الداخل والخارج. بس خلينا لانه بالذات نكفي موضوع لانه حكى على 1701 رح نوصل عليه. بس لا نحكي لانه 1701 ما بدنا نحمل انفسنا كلبنانيين اكثر مما هو علينا ب 1701، لانه نحن التزمنا يروحوا لهذا العدو اللي ما التزم نهائيا بال 1901. مش نحن ما نفرض ما هو طبعا علينا فقط، وكانه نحن خاضعين. بس نحن الجانب الوحيد. استاذ سليم شو كان بدك تقول؟ لذات الفكره اللي قلتها بس بدي اوضحها اكثر. بمعنى اسرائيل خلينا نتفق ما بدها حجه وقت تضرب لبنان او تعمل اي عمل. عم بتبيد شعب كامل وما ناطره اي حجه واي عذر. يعني كمان هون بدنا نتطلع بواقع، واقع عمره 70 سنة واكثر من 70 سنة. اذا بدك وهلا الملامة اوقات عن تدخل حزب الله بالحرب او هلا عن رفع السقف، انت فيك تشوفها من زاوية تانية انه هيدي كمان عم تمنع وقوع الحرب. انت بس تقول انا عندي اوراق رادار خير طول. انت بالنسبه لك الجنوب مدمر، عم لك توسعه الحرب. انا احكي لك الجنوب مش شايفه من زمان. انا اشطر شيء بالتقطيع، ما خلي حدا يحكي بقى من الكل قاعدين على الصوره. ايه بس بدنا يعني النقاش كمان ضروري. استاذ جورج، اليوم اذا انت اول ما يقول لك باه ولو عدو اكبر منك ولو عنده الامكانيات الاكثر منك، اول ما بتقول له بامرك بقعد عاقل بيكسر عليك. ما كمان بك تنظر من الميلتين. انا مش عم بيجي اقول وفعليا على الارض بعد يمكن الشهداء اللي عم بتحطهم المقاومة لحد هلا بهالعدد الكبير بيعملوا له 10 حروبات، بس عم بتحارب حماية للبنان لما تتوسع ويتعرض لبنان اكثر. عم بتحارب انت بالعلم العسكري مقاومة، ما بتحارب جيش. يعني هلا انتم وقفكم لحظة قواعد الاشتباك. اذا بضلنا هيك بدنا 3-4 حلقات تنخلص. بس انتم يعني موقفك اليوم بين من مال انه انتم ضد واحد عم بيحط دمه وانت لحظة عم بس انت كنت ضد ربط الساحات. هلا عم بتجمل من موقفك وعم تعتبر انه ما يقوم بالحزب. هذا واقع اليوم وصلت له. فلسطيني حط دمه في واقع اخر شيء. في واقع موجود صار قدامي انا، ما فيي انا اقعد واضرب مثاليات. فاذا تصريحكم السابق عن ضد ربط الساحات لم يعد بنفس الحد اللي كانت قبل. يعني هلا عم بفهم هيك. بس هني كتيار يعني بطلوا على نفس الموجه كلهم. كيف يعني؟ صار في موقفين للتيار. لا ما تفوت بشيء ما لك دخل فيه. نحن تيار واحد. لا مش هاللعبه. روح شوف عندك شو فيه. ليش شو فيه يعني؟ ليش معصر الليلي؟ ليش معصر؟ شو فيه؟ مش قصدي العصر، قصدي الطريقه. لك معلش سليم تبين انه انا بحكي مظبوط. بنحكي مظبوط. ما فيك انت تقول لا اله الا الله الا اذا ما عم تزيدوه. يعني في موقف واضح. لبنان اليوم يتعرض لا حرب مدمرة، لا خسائر اقتصادية كبيرة، لا هجرة، يتعرض لا خلافات مع كل الدول الصديقة،
يعني امبارح تهديد لقبرص. شو سبب الخلاف؟ خلينا نكفي. شو سبب انت الخلاف؟ انت بلد يا سبب عندك الخلاف؟ دولة رسمية. شو سبب الخلاف؟ بتدافع عن قرارك، بتدافع عن شرعيتك. كيف بيسألك كيف ممنوع حزب عسكري بالجيش؟ ممنوع حزب، ممنوع حزب مسلح بطريقة غير شرعية هو يحكم الدولة. بدك تاخذ موقف واضح من هذا الموضوع يا سليم. ما فيك تدلك جمل الموضوع فعليا. يمكن انا بفكر القوات وبقضيه القوات قبله من ايام زحله منه. يعني طيب. نحن بزحله ما هيدا الدبال اللي هلا عم نسمعه انا ما بحب فوت فيه. ما ترجع لي لورا، في مقاومه، انت كان في مقاومه تاخذ راي الكل والكل موافق عليها. نحن بس كنا عم ندافع عن زحله. ليش نص العالم عم بتقول؟ لانه ما نص العالم عم تقول ما لكم حق، عم تخيرونا بين الكروم والكرامه. نحن بدنا نختار الكروم، نحن نقول له بدنا نختار الكرامه. هذا اللي باله بعنقود العرب. بس انت عم تحكي عن سيادتك لما انت شعب يغتصب لك حربك دفاعك. بس ممنوع حزب ياخذك على حرب انت ما خصك فيها. في مقاومه ما بدها كل هالدبا، ما بياخذ وقت لانه في ناس عم تدافع عن ارضها. دكتور قاسم، ما سمعنا وقتها لكل الاصوات اللي عم بتقول. ما فيكم تجروا. منين اخذنا اذن لدفعنا عن زحمه؟ لا يجوز المقاومه. ليش لا يجوز؟ منين اخذنا اذن؟ ليه بوقتها كان في مشروع لإقامة وطن بديل بلبنان، هبوا الناس ليدافعوا عن أرضهم. ايه. اليوم في ناس الله ياخذك على حرب ما خصك فيها. ما بدنا نرجع لورا. خلينا نرجع. ما في وجه. خلينا بلا مقارنة. دكتور قاسم، دكتور قاسم، خليني اطلع. لا اطلع على شيء ثاني. انت قلت يوم في حرب، يوم في حرب في عائلات، في عائلات منكوبة. طيب بأي حق بتاخذ القرار عني؟ بأي حق تواجه هذا العدو؟ بأي حق؟ ما دام في عدو دائما انتبهت. دائما اسألني اقطع لي هالكلمة. دائما انتبهت انت وعم تعمل الترسيم البحري تقول انه في شيء بعد ناقص لمزارع شبرا. مين اللي قال لك مرشوبه؟ رحتوا قطعتوا الترسيم البحري؟ لا 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 لا، صفقه صرفتوا باسرائيل؟ ابدا ما حدا. كيف الامور؟ سكتوا عن خساره لبنان لحقوقه؟ هيدي معلش، هيدي قطع. خلي جاوبك، خلي جاوبك، خلي جاوبك. موضوع الارض المحتله ما حدا كان متنازل عنها ولا بلحظة ولا اليوم. ليش لما بيقدر انت يكون عندك ورقة بتفاوض فيها بتنسيها؟ مقاربة 1701. دكتور قاسم، دكتور قاسم، سجلها عندك. دكتور قاسم، ليش انت لي يعني الجنوب مثل ما قلنا في قرى مدمرة، في عائلات نازحة، في عائلات منكوبة. قلت بتصريح ذلك انه شياطين الحقد تحركت لدى البعض بعد قرار الحكومة دفع تعويضات لعائلات الشهداء. يعني شياطين الحقد هن يعني؟ لا التعويضات انه معيب فعلا. معيب ناس هلا كان عم بقول سليم، ناس عم تقدم دم. بس يعني اقل ما يمكن. بس القوات، القوات هن اللي اعترضوا. اكيد يعني ما نعترض. هن شياطين الحقد، هن شياطين الحقد. خليني اسمع منه، خليني اسمع. بغض النظر ايه، نحن بدنا نقول امر معيب بالمستوى الوطني انه شهداء صح عم يسقطوا بمواجهه، سواء كانوا مدنيين، مدنيين على راس المدنيين. ما عندنا مشكله بالمدنيين، بس اليوم مقاتلين لحزب الله بيقرروا هن يعملوا حرب. خلي حزب الله يتحمل مسؤوليته. انا ما بقدر اروح دمر الاقتصاد وكلف الناس ودفع ضريبه وارجع اروح. الا بدك تروح انت تدفع من ضريبتك من تعبك تتروح تدفع. بس هم دفعوا عنك. لواحد هو قرر يروح يقاتل ضد حزب هو عم يدافع عن كل البلد. في لبنان هو عم يدافع عن كل البلد. لا لا، اسمح لي. عم بقول لك كل اللبنانيين عم يدافعوا عن كل البلد. يحفظوا برامج هذا البلد بمعزل عن الشرعيه اللبنانيه. طيب خليني اروح. الشرعيه هم بدهم يدفعوا دفع المشكل. مين بده يدفع؟ هيدا المشكل. مين بده يدفع؟ الحكومه يعني مين بده يدفع؟ هيدا قرار حكومي، قرار حكومي. يعني هن ماديات المصاري. لا لا، بس الموضوع نظره للامر. يعني برايك، برايك معالجه هالموضوع؟ هذا الموضوع، الموضوع موضوع التوطين. شو قلنا بالاول؟ معيب انه نحكي هذا الموضوع، انه مين عم يدفع التوطين؟ انه انت توضع مين وطنه؟ موضوع النازحين مين عم يدفع ثمنه هلا؟ الناس عم تدفع، اللبنانيين عم يدفعوا، دفعوا مليارات. بعد الفاصل الاعلاني بدي انتقل لاحكي عن مش الموضوع مادي. بعد الفاصل الاعلاني بدي انتقل لاحكي عن موضوع المشهد الذي احتل هذا الاسبوع، اللي هو مشهد هوكستين، الجبهه الجنوبيه. الحرب ازاحت جانبا موضوع الفراغ الرئاسي، هذا الموضوع الذي في الآونة الأخيرة كترت الجهود والوساطات والمبادرات حول هذا الموضوع. بنشوف وين وصلت، هل
موضوع الرئاسة أخذ بريك إلى ما لا نهاية، شو المعطيات الموجودة عندكم بعد هذا الفاصل الإعلاني؟ نتابع هذا الحوار مع النواب سليم عون، قاسم هاشم، أديب عبد المسيح، ورازي الحاج. رازي الحاج، بدي انتقل لأحكي عن ملف رئاسة الجمهورية. الوزير جبران باسيل وتكتل لبنان القوي كان عندهم مبادرة، مش مبادرة، سموها تحرك، عملوا جولة على كل المسؤولين والأطراف. انتوا التقوا فيكم بالصيفة ضمن لقاء وفد المعارضة، كان في الأستاذ غسان حصباني وكان في غير أطراف، والتقوا غير ناس. أيضا الحزب التقدم الاشتراكي أو كتلة لقاء ديمقراطي عملوا جهود وتحركات، كتلة الاعتدال أساسا كان في تحركات، الخماسية كل الدنيا تحركت وهالملف واقف. الرئيس بري بيقول من أسبوعين ثلاثة وبعده عند موقفه: لا طريق لحسم الأزمة الرئاسية سوى بالجلوس على طاولة التوافق. حلو. من الآخر، هن تكتل لبنان القوي تفهموا موضوع الحوار أو التشاور وقالوا أنه هيدي ما رح تكون مكرسة كعرف، نحن نضمن أنه ما بتكون كعرف. غير أطراف كمان ألين، ما في غير أنتو رافضين الحوار ورافضين مبدأ التوافق ورافضين القعدة على الطاولة. طيب ألا تخشون أن يقال وعم بينقال انه انتو اللي عم بتعطلوا وانتو يلي بتتحملوا مسؤولية الفراغ، طالما رئيس مجلس النواب عم بيقلك لا طريق لحسم الازمة الا بالحوار؟ سامع بالمثل بيقول يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. يا خي روحوا معهم للاخر، يعني حملوا حالكم مثل ما هن. وضح بعتقد هن اقتنعوا انه خلينا نقعد ومنشوف شو النتيجة، شو الخسرانين فيه بداية هيك قاعدين بالفراغ. محاولة الإيحاء، يطرحوا البديل بس. محاولة الإيحاء أنه ما في حوار وما في تشاور وما في نقاش بين الكتال، هيدي إذا بدك أكبر خديعة، لأنه هولي حضرتك سميتهم 7-8 مبادرات خلال سنة كلهم كانوا عم يبرموا على كل الكتال، وكان في واضح أنه في أفكار عم تنقل، والعقدة الأساسية واقفة بمطرحين. أول مشكلة هي عدم فتح مجلس النواب، يعني الدعوة لجلسة بدورات متتالية وفقا للآلية الدستورية. والعقدة الثانية اللي سببها كمان محور الممانعة، تمسك بمرشحهم وما بيزيحوا عنه. نحن اللي عم نقوله بشكل واضح، نحن لسنا ضد أي تشاور، إنما هذا التشاور أو هذا النقاش أو هذا الحوار سميه اللي بدك إياه، يجب أن يكون ضمن الآلية الدستورية. وطرحنا 3 أفكار. وحدة أنه يدعي الرئيس بري لجلسة، نعمل أول دورة، إذا ما نجح حدا نحن نواب موجودين بقلب القاعة العامة، نتشاور بين بعضنا ونعمل نرجع دورة تانية، وإذا ما طلع رئيس نتشاور ونعمل دورة تالتة. هيدا شو اسمه؟ هيدا اسمه تعنت، وما بدنا نحكي مع حدا ورافضين ومدري شو. طيب رجعنا طرحنا فكرتين. طيب. تم فتلك بالتفاصيل. طيب شو؟ ايه، لانه هيدي قصص الموضوع سبق. لا مش سبقت، هيدي اخر شيء باخر لقاء مع لودريان. يعني اللي نحن عم نقوله، هن بعضهم متمسكين بمرشحهم ومتمسكين بآلية للحوار بتكرس عرف برأينا، ما رح نقبل فيها. جيبوا لكم الضمانة انه مش عارف. وشو الضمانة؟ ولو ولك شو الضمانة يا استاذ سليم؟ لما مش انتوا عندكم ضمانة انه ما رح البديل؟ قول له البديل. كفي. شو البديل؟ عم لك شو البديل؟ عملنا 12 زلمة عم بقول لك لا قادرين يهلك شو البديل. اللي مرشحوا له هي قادرين يقول لك شو البديل. خليني كفي، خليني كفي باخر فكرة. في شيء اساسي نحن عم نقوله، ما فيك انت تفتح جلسة بتعمل 3 دورات ترجع تسكر المحضر. لا مين يعني هلأ. بدو يترك مفتاح الانتخابات الرئاسية انه تمر عرفا من خلاله. رئيس طبعا بري. رئيس مجلس. رئيس مجلس طبق الدستور. دستور عم يطبق. هو مش رئيس النواب. روحوا للمدرسة. هو رئيس مجلس النواب. روحوا لمصلحة البلد. التشريع لازم يضل موجود. هو يدير. بدك تفتح جلسة. هو يدير المجلس. وتعطل البلد. هو يدير المجلس وهو
يحترم الدستور، هيك لازم يكون استاذ اديب. فانا بدي اسالك سؤال استاذ اديب، عم تاخذ دور غيرك. استاذ اديب، استاذ اديب، انت شو مشكلتهم اذا تعب رئيس بري لجلسه وتشاورنا ضمن الجلسه؟ شو المشكله اذا مش هيدا الاقتراح؟ انا اقترحته على الرئيس بري بجلسه خاصه انا وياه من 7 شهور. اقتراح انه شو نروح على جلسه، انه نروح على جلسه ويصير في تشاور. قلت له يا دولة الرئيس المعارضه ابدا مش حتقبل يكون في حوار، وانه كمان فوق هيدا تترأس الحوار. في طريقه انك انت بالنهايه رئيس مجلس نواب ترأس جلسه، ليش بدك ترأس حوار؟ ليه بدك تنزل لمستوى ترأس جلسه؟ انت اصلا بدون منه حدا تترأس جلسه، لانه دستوريا انت رئيس مجلس نواب. شو قال لك؟ وفوت على وفوت على الدورات وبعدين بصير التشاور الحوار، بيجوا الخماسيه على المجلس يصطفلوا شوربه، مهم بصير في شو هالحكي؟ لا بصير في حكي مثل قائد الجيش، مثل التمديد لقائد الجيش. لا لا، قصه قائد الجيش كان في كلام هيك صار، شاورنا بهذا المجلس. استاذ سليم، انتوا وصف المشكله اول شيء، انتوا اقتنعتوا بالحوار، كيف تا وصلتوا لهالقناعه؟ بس ليش بعد سنه بس نحن لحالنا؟ ليك ما بوصف شو عم بقول لك؟ لا خليني اوصف الواقع. إيه بس سؤال، عندنا مجلس نيابي هي تكوينه من بعد الانتخابات، صاير ما حدا قادر يكون عنده أكتريه لينتخب رئيس، وكل مين عنده قدره التعطيل. في سقفين عاليين كثير، سقف عم تتبناه المعارضه بدها رئيس تحدي. لا وفي مين قال بدنا رئيس تحدي يا بكذا تصريح؟ شو هالحديث؟ طيب كيف ما يعني ما لما ننتقل نحن من لحظة خليني انا من مرشح انا شايف هيك جهاد حضر له معي انا هيك شايف لحظة بس سؤالي في بالمقابل جاوبني جاوبني جهاد أزعور تحدي؟ ما انتم تقاطعتوا عليه مع المعارضة. هلا هلا بوصلوا للجهاد، يمكن انت لانك هلا بوصلوا. نحن كان رأينا لو صرنا عندنا ما نتفق على نتقاطع على شخص، بس هيك صار على سلت اسئله، هيك اللي صار. اوكي صار وما اعطى نتيجه. طيب بس هو يعتبر، بس عارفين بالاول انه مين نوصله، هو يعتبر تحدي بهي الصوره. بهي الصوره هو يعتبر تحدي وقت ما يقبلوا الفريق الاخر. ايه يعني انت باردون، ما انت لحالك منك قادرين نوصله بالدليل انه لا، بس بيقولوا لك لو ضل في دوره ثانيه يمكن كان وصل، ويمكن كان قال. طيب ايه ليش نحن هلا، معلش عم تخلوني افتح مواضيع، بس انا بدي اكون صريح حتى ما حداش يزيد علي. ليش هذا هالتقاطع هذا؟ انه متين ماكين انه شو عم نحكي؟ انت برايك، انت لا برايك، لا انه انت نظرتك. انا بدي اسالك، هي تقاطع متين مبسوطين بال 59 صوت؟ اعملوا الانتخابات هلا. مش هيدا موضوعنا، خليني ارجع كفي لهيدا الفريق. خي اعتبر لا هون قادرين نوصل ولا هون قادرين يوصلوا. اذا ونحن طلعنا من وبعدين المنطق والمصلحه اللبنانيه بتقول، ما مش بس لو حدا خطف رئيس، ايه وبعدين ما بدك تالف حكومه؟ كيف بدك تالف حكومه ومرئين بتجربه عهد؟ شفنا كلهم كيف انه بدنا نجيب رئيس، وبرجع بقولها وبكررها، ما راح نجيب لا بمواصفات العماد عون، لا بشخصه ولا بتاريخه ولا بنظافته ولا بشعبيته ولا بكتلته النيابيه ولا بكتلته الوزاريه، بس الكل بدهم يحطوا عصي بالدوليب وما يساعدوا، هيدا تركيبة نظامنا ما رح ننجح. ليش بعد سنة، ليش بعد سنة هيك صار موقفكم؟ مش من سنة، من لا سنة، من سنة كنتوا عم تقاطعوا مع نتحاور مع المعارضة، ومن سنة ومن سنة بس رئيس البداية، بس تجيب رئيس مقبول الكل مستعدين يساعدوه، خلص وطلع باللعبة الديمقراطية بعدين هو بيديرها بعدين، بس نكون سلفا بدنا نساعده، مش بدنا نقاطعه من الاول. بس خليني كف سليم، عارفين مسبقا ما رح نوصل لشيء بالحوار. لشو الحوار؟ لا بس ليش ما بدنا نوصل؟ اذا ما وصلنا لانه الطرف الثاني متكبش بسليمان فرنجيه ك يا اديب اديب، ما قلنا بنروح على الانتخابات، ما لحقين علي اللي عم بيقولوا. ليك صرنا سنه وثمان اشهر ما بننطر جمعه. طيب كل الفكره انه بننطر اسبوع، ما قلنا نحن بالاساس وهذا موقفنا وهذا اللي كنا متصلبين فيه، مش انه عم نضرب فكره انه ايه حوار واذا ما زبط بنروح على البيت. لا، كان الشرط الاساسي اول شيء التزام بحضور 86 نايب، ما انت بدك نصاب لتقدر تعمل الجلسات.
الثاني وبتروحوا على حوار اذا ما زبط الحوار بصير في انتقاد. اذا زبط خير كان اذا لا بنروح سابع يعني عم بيعطوا فرصه ليش رافضين تعطوا فرصه مستحيل يزبط الحوار طيب مستحيل يزبط بتروحوا على انتخابات اساسا يا خيي خسرنا سنه وثلاث اشهر يكونوا زياده جمعه ايه وين الغلط شو الفكره اذا رح تعمل هجمه اذا ما في شو معهم على الاخر شو معهم على الاخر كرسنا عرف استثناء ما في شيء عم بقول تكريس عرف ما في عرف هذا هيدا صرت بهيدا الاسبوع فرضوا الظرف الاستثنائي نحن في قاعده يوم استثناء القاعده انت شو مشكلتك معي اذا تحاورت معي بقلب القاعه العامه او تحاورت معي على طاوله ما فيش خليني اسمع السريعين رح اعطي اخر جلستين تشريعي صحيح صار في جلستين قبل هيدي قبل الاخيره كانت تمديد لقائد الجيش طيب ما تشاوروش مع بعضهم لا برافو عليك مع بعضهم قبل الجلسه قبل بس وين فرضو وين طردوا مني تاني مطل تاني مطل قبل الجلسه هذا بيهربوا منه تاني مطل مبروك بيهربوا منه شو تاني مطل بالتوصيه بس عم حقيقه وقت اجتمعنا للتوصيه توصيه خمس ايام عم طلعت هيك التوصيه بساعتها ولا صار تحضير لها هذا العمل البرلماني التوصيه للناس اكد لي كلامي تجي انت بعدين بالجلسه تعدل وتعمل اللي بدك اياه اكد لي كلامي صار في تشاور عم اكدت له كلامي الا بانتخاب لا 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 بالعكس عم اكد كلامي بقول لك كيف طلعت صار في تشاور هودي وكلام هودي واجتمعوا وين صاروا كل شيء وين صاروا وين صاروا على طاوله مبرومه انا طاوله مبرومه بس الرئيس بري هو اللي دار ايه ايه وعلي عمل النص وهو دوار يا عمي بإلي انا وعلي حسن نحن نزلنا استاذ غازي بس تيقدروا الناس يفهموا لحظه لا في تشويه للحقائق لا عم بيقولوا الوزير علي حسن فسروا لي يا خي على طاولة خليني اسمع مش صحيح كان جورج انا كنت يا اخي انت ما كنت كان جورج عدوان ايه انه نحن قبل اليوم للجلسه عقد اجتماع خمس ايام تبرم اي اجتماع اليوم ايه بس قبل الانهاء صار كان اجتماع صار شو اسمه اجتماع وكيحي هاي طاولة حوار طاولة حوار لما مددنا لقائد الجيش قعدنا حول طاولة برئاسة رئيس بري وحطينا ابو كيف الدليل انطلب مني اسحب مشروعي بقلب الجلسة طلب منه يسحب مشروعه بقلب الجلسة موضوع التوصية اجوا كتلتين طلبوا مني كتلتين قبل بيوم بموضوع الاجتماع اللي حصل قبل هلا نوقف اسمه طاولة حوار هلا ما نقعدش مع بعضنا اسمه طاولة شو هالمنطق اسمه طاولة حوار يا خيي بلا بنقعد لازم نقعد ايه شو بعدها الا بالاسم الجمهوري عم بقول لازم اقعد ايه الا بالاسم الجمهوري ما نحكيش مع بعضنا جمعه نقعد سنه واثنين خلينا قاعدين سنه بكل صراحه رفض الحوار بهذه المرحلة هو تأجيل مش رافضين للحوار انتم مصرين على إلية غير دستورية ما تقول لي رفض الحوار هي روح رفض الحوار صوت مش رفض الحوار يا راجل نحن على الهوى ليش الدستور نحن على الهوى جاوبني تطلع عن مرشحك شو تطلع عن مرشحك كل واحد ما في حدا عم حاور انا عم حاور حدا عم يجر شريبي تطلع عن مرشحك قاعدين بنشرب شو قلتني ولا وين اخي عم يقول نموذج الحوار بده يكون مثل ما عم بيصير هلا هيدا الخايف لا يا حبيبي ما الحوار بده يكون مثل عم بيصير هلا بنروح على الانتخاب ما نتفق مع بعض بنروح على الانتخاب ما عم بقول لك يعني مش عم بفهم خي ضل على موقف يا جماعه ما تفهم علينا ما تقبل لحظة روح على الدكتور شو بينزل يا رازي الدستور بيمنعك بمعنى اللي بيمنعك اساسا المنطق لا الدستور بيدعي للحوار ولا الدستور بيمنع الحوار لكن مصلحة البلد هي فوق حتى هذا الدستور ما كان الا بالحوار نحن بلد قايم على الحوار الآلية هذا كل ما يطرح اليوم في كل الكتل بكل المحاولات اللي عم تصير وكل المداولات حول كيفية الخروج من الأزمة هي عم ترجع للاساس اللي عم يبنى عليه واللي طرحه الرئيس بري هو ان نذهب الى هذا بكنش الحوار الى هذا التشاور خلال مده اقصاها اسبوع في مده هي ما اسبوع مش حد تسميه اسبوع في التزام ب 12 جلسه اسبوع 12 بكره برئاسه الحكومه ونذهب الى هذا التشاور دون اي شرط الفريق
بيجيب اراءه افكاره ومرشحينه على الطاولة وقد لا يحتاج الامر سيدي. قد يتبين من خلال 24 ساعة او 48 ساعة اننا توصلنا الى تفاهم او ما توصلنا واذا ما تمروا على الانتخاب يعني شوفي اكثر خليني اخذ فاصل اعلان بعد الفاصل انتهي الانتخاب قل له كيف تنتهي بعد الفاصل كيف تنتخب بعد الانتخاب سكر المحضر انا بقول لك بدي سكر المحضر ومصلحه البلد وبدي 75 واحد يا دكتور بتعمل معروف بسكر المحضر يعني شو بدك تسمعني بسكر المحضر لانه حدا بده يخرب البلد يا دكتور لانه ما بده تشريع ما بده مؤسسات بعد فيها المؤسسات انت اللي خربت البلد وانت ما له لا لبابك ما احترمت الدستور انتوا لبابكم بعد ما تركتوا حجر على حجر البلد انتوا عم تحكوا عن تخريب البلد نحن عم نحمي البلد لانه هذه المؤسسه الوحيده الموجوده انتوا مؤتمنين اعلان لا خليني اخذ فاصل اعلاني بعد الفاصل بعد الفاصل اتابع هذا النقاش للحديث عن موضوع تسكير الجلسه وفتح الجلسه بعد هذا الفاصل. منتابع من مطرح ما ختمنا قبل البريك واخذنا البريك استاذ رازي كنا عم نحكي عن جلسات ودورات والى اخره. كنت انت مصر عم بقول لك دكتور قاسم انه ثلاث اربع دورات وبسكر وبيرجع بيفتح لانه في تشريع. طيب بثلاث اربع دورات ليش متوقعين انه ما يصير في رئيس؟ يعني اولا خليني اعتذر للمشاهدين على يعني طريقه النقاش لانه صراحه يعني ما بتشبهني هيدي الطريقه وما بيسمعوا يعني بكون عم تحكي بيقتشوك بيحكوا مع بعضهم. لو انت كمان عم تقطع على كل حال هو بلش بكل الاحوال بكل الاحوال ماشي الحال هي طبيعه النقاش تنحكي على شو مهذب ولادي. نحن صراحه ضد اي اعراف جديده بس نحن مع اي نوع من التشاور ومن الحوار ومن النقاش سميه يلي بدك تسميه على شرط يحترم الدستور وما يكون عم بكرس عرف بوجه الدستور. انا ما عم بفهم ليش هن رافضين فكره انه يندعى لجلسه وبخلال الدورات المتتاليه نفتح نقاش بين بعضنا البعض كنواب. هيدا بيدل انه في فريق بعده مش جاهز يعمل انتخابات رئاسيه، خاطف الرئاسه، يا هلا بيفرض عليك مرشحك لانه هو بده اياه وهيدا المرشح بيعكس له صورته وطبيعته وطريقه تفكيره واخذ البلد ل يعني هويه جديده او بدك تنطر تيكون هو يخلص كل مشاريعه الاقليميه. استاذ اديب بتقول انت انه المطبخ الرئاسي اصبح خارج لبنان، وين يعني تحديدا؟ انا اللي عم شوفه هيدي هالديبيت اللي عم بتصير بالبلد ما بين حوار وما بين نقاش وما بين انه نروح على طاوله وبين ما يترأس الرئيس بري وكل هيدي هي نوع من الهروب الى الامام بانتظار التسوية الإيرانية الأمريكية يلي كلنا بنعرف انه عم بتصير بشكل مباشر. ما في غير هيدي يعني او انتظار ما بعد حرب غزة. ما لانه ما عم شوف عن جد منطق انه نحن مش قادرين بآلية دستورية واضحة وصريحة بالدستور نروح على جلسة ننتخب رئيس جمهورية بدورات متتالية. يعني انت برأيك انه في فريق سياسي ناطر الى ما بعد حرب غزة يعني اللي هو فريق حزب الله والرئيس بري أكيد. بس بيقول لك سيد نصر الله انه الرئاسة غير مرتبطة بحرب غزة. فيه يقول البدو اياه بس الحقيقة الواضحة يلي عم بتصير كل يوم صرنا لامسينا هو انه ناطرين الى ما بعد حرب غزة كرمال المكاسب اذا ما اتخذت بالميدان تتاخد بالداخل. طيب تتاخد بالداخل يعني شو من يعني خلال من جاب رئيس جمهورية كمان تابع لحزب الله وشو بيمنع انه يكون هيك يعني لما بتصير في تسوية نحن. برأيك نحن البنان كيف بدك تمنعها اذا صار في تسوية بالمنطقة وهذه التسوية عم نشوف انه هوكستين مين عم بيجي بفاوض اليوم عم بفاوضك لألك مع احترامي الكامل لألك او مع الدكتور جعجع مع احترامي الكامل لا عم بفاوض الرئيس بري لا والقوة الميدانية على الارض هي المقاومة وحزب الله يعني على القليلة تسوية بدها تصير في تسوية مع هذه الجهة ومع هذا الطرف. طيب الا يعني هذا الامر شو نحن عم نتأرج؟ نعم نحن شغلتنا نتأرج، نحن شغلتنا نكون جبهة متماسكة تواجه أي مخطط ضد لبنان حتى لو إجا من أمريكا، حتى لو إجا من أي دولة أخرى، نحن شغلتنا نحمي السيادة اللبنانية ونحمي مواطنينا ونحمي مستقبل أولادنا وبلدنا. أستاذ سليم اللي عم بيصير هيديك الساعة وصفت الواقع وكنت عم كفي ما خليتني الخلاصة اللي توصلنا لها مش بس نحن واساسا اللجنه الخماسيه
هيدا البلوكاج قالت ما فيكم تطلعوا منه إلا ما تحكوا مع بعضكم ويصير اتفاق وشجعونا عليها وبعدنا محلنا. رجعنا في اللقاء الديمقراطي قلت لك وفي كمان تكتل الاعتدال. طيب كلنا عنا صار قناعة انه هيك بدنا نخرج من هالمراوحة هيدي، ما بتحرز انه نقدر نلاقي حل طالما ولا فريق عم بيوصل مرشحه. وهون بدي يضيف شغلة، اللي مانع اذا عم بيقولوا في فرض مرشح علينا الثنائي الوطني بده يفرض مرشح علينا، حبيبي عم تستقوا بزندنا نحن. نحن موقفنا اللي مانع هيدا الفرض، نحن اللي لو بالاخر منه موقفنا وقناعتنا كان كل هالحكي ما له قيمه. جايين عم تصرفوه علينا يعني لو انتم ماشيين معهم بسلمان فرنجي كان هلا عندنا رئيس جمهوريه اسمه سلمان فرنجي، ما بيوصلوا بيحكوك بالسياده ما بالاخر، لانه قناعتنا مش مسيره. قناعتنا ما رح نقدر نخلص البلد بهيدي الطريقه، بس متكلين على موقفنا من هون وبيزيدوا عليك من تاني مايل. طيب بالاخر بيقول الوزير باسيل انه قلنا لا لاسماء معينه ولاسماء تانية قلنا نعم، واسماء توقفنا امامها لبعض الوقت ومن بين اسم اللواء البيسري. طيب هل ما حدد هيك قال كثير اسماء ايه مزبوط ايه لا نحن عندنا مروحه بمؤتمر صح نحن مروحه مين في يعني خليني ادخل بموضوع الاسماء اليوم الاسم المنقول بصفي مثل كانه منسوب لنا ببطل حدا يقبل فيه. لا عم بحكي بصراحه ما نحن وصلنا لا عم نقول الثنائي الوطني قادر يكفي بفرض مرشح وقادر يوصله ولا الاخرين حتى بس جينا معهم بتقاطع ما قدرنا نوصل. بس سؤالي عندكم انتو اسماء عم تشتغلوا عليها؟ لا نشتغل كمرشح قلنا لا، بس عندنا اسماء اذا عرضت اذا صارت توافقوا عليها، اذا مثلا حسينا وانتبه الفكره كمان بنفسيه عم نشتغل لنقدر نوصل لنتيجه، مش بكره اذا اتفقنا حتى مع الثنائي على اسم لقيناه بده يعمل استفزاز للفريق الاخر وبحل مشكل مش حنمشي فيه، لانه مش هدفنا نصطف مع حدا لنغلب وجهه نظره على الفريق الاخر. بدنا نلتقى وفي اسماء كثير، عملوا لحالك الاكزرسيس وكل واحد منا يعمله، جيب كل مين تعاطى سياسي بلبنان، وزير، نايب، بالاداره، بالكذا، حط قدامك شوف شو بيطلع معك. نعم. استاذ رازي انتو كقوات لبنانيه وكمعارضه يعني في 31 او 32 نائب، وامبارح الدكتور جعجع قال بحديثه عم نجرب نتواصل مع 25 نائب لنشكل جبهه، ما بعرف مين بيقصد ال 25 اللي هن اضافه لل 31 نائب سابق. هيك اولا بتعرف انه اليوم سياسيين مش بس نواب، سياسيين عم يعني طيب بموضوع المجلس نواب انتوا هالفريق 14 حزيران في مرشح اخذ 59 مرشح اخذ 51 بقي في 18 نائب كانوا عم بيصوتوا لغير مرشحين او هول اللي عم بتجربوا تستملوه، هول لو بياخذوا موقف بدك يعني موقف واضح بالسياق يلي شافوه يعني مش لا بالفرض ولا بالاكراه يعني هون يا هون يا لا 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 هن شافوا المسار مش ضروري هون او هون. نحن منفتحين، نحن ما عندنا مشكله اسماء صراحه. نحن انتقلنا من اول مرشح كان النائب مشعل المعوض الى مرشح تقاطعنا عليه اليوم شو اساسا اليوم وين انتو؟ نحن اي اسم نحن اليوم هل عندكم اسم جاهز؟ لقلك نحن اليوم اذا صارت بكره الجلسه بعده مرشحنا جهاد أزهر. بس بقلب الدورات المتتالية اذا تشاورنا وشفنا انه في اسم ممكن انه يتقدم ويقدر يحصل على اصوات اضافية اكثر نحن جاهزين. اذا كان دور المواصلات قلت استاذ اديب انه المعارضة جاهزة ومتفقة على الحلول البديلة في الاسماء صح يعني عندكم اسماء في مروحة اسماء بعتقد جاب سيرتها سليم وقال انه اذا اليوم بدنا نحكي فيها بصير بيتهمونا وبصير نحرق الاسماء. ايه بقى طبعا بس المعارضه بس مش مشكله اسم لا إيه؟ بس بدي تعطيني فكره يعني طالما عم تعطيني معلومه هذه في سله اسماء سله بقلب سله الاسماء وقت بدنا نندعى لجلسه انتخاب هاي السله بده يصير في اتفاق عليها، بده يصير في اجتماعات مكثفه بس هيدي السله مين ممكن يتوافق عليها يعني اللي كانوا متفقين على جهاد ازعوج اكيد بدنا نحكي فيها يعني مع التيار كمان أكيد. مع الكل يعني مع بالاخر الكل. بالاخر بس سؤال يا دكتور قاسم انتم مستعدين تطلعوا على مرشح يا اخي بتروح انت على بتروح على حوار على التشاور يعني هذا سابق لاوانه هذا الكلام مش وقته
مش وقته بدك تروح تبحث كيف؟ بتروح على الجلسه انت حتنتخب اللي بدك اياه. استاذ سليم، ما حدا استاذ سليم بقول لكم الوزير سليمان فرنجيه اذا بده يمشي على المنطق تبعكم لازم ترشحوا انتم دكتور جعجع وتصوتوا له، لان هو الاقوى مسيحيا. هلا يترشح الدكتور جعجع ومبحث يمكن هل صحيح في قيل انه عم يترشح؟ لا بس هل صحيح اولا لما دكتور جعجع بده يترشح ما بيطلب لا اذن من حدا ولا يعني مش عم نقول له ياخذ اذن؟ لا لا بس هيدا تصريح واقتراح. دكتور سمير جعجع بتبحث الفكره، انا قصدي دكتور سمير جعجع بس انتبه بهذا المنطق بتصير بين الدكتور جعجع والجبران باسيل مش من اول لحظه. نحن بالنسبه لنا هيدا الملف الرئاسي اليوم بواقع البلد بما افرزه مجلس النواب بحاجه نتفق على شخصيه سياديه اصلاحيه، ومشان هيك نحن ما كان عنا لا غيات شخصية أنه بدنا نرشح رئيس تكتل ولا كنا معطلين لهذا الاستحقاق. نحن عم نقول ما نطبق الدستور ما نتفق على هذه الشخصية وانتقلنا من مرشح إلى آخر. المشكلة بعدها واضحة، فريق الممانعة متمسك بمرشحه ومتمسك بالحوار وينتظر اللحظة المناسبة لا يفرضوا علينا. وانا بعد خوف عم يفرضوا علينا، انا خوف انه اليوم تخوف وان شاء الله لا وان شاء الله ايه مش تتخوف انه يكون اليوم التيار الوطني الحر يستخدم كحصان طرواده لايصال مرشح الثنائي الشيعي لا الى يعني عم حكي مستوى بالكلام هذا متدني بوجهي اللي حصان طرواده تخوف تخوف بالمجاز يعني بالمجاز ومعروفين نحن ما هلا بعدني عم بالمجاز لولانا بيقولوا مثلا انه عب عبده ما بيفوتوا، نحن موقفنا لما خليهم يفوتوا عب عبده. ما مش بقوتهم. ما بدك تحسب الارقام مش احسبهم منيح للارقام، احسبهم هلا بس خليني اقول لكم شغله بس خليني تعقيبا على اللي عم بتقوله، افترضوا انه هن كتكتل لبنان القوي صوتوا مع سليمان فرنجيه، مش بيطلع رئيس باي 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 بيطلع رئيس جمهوريه بس هيك هو عم بقول لك. بس فيني اعرف بس تكتل تبعهم كم نايب؟ بس عن جد عدهم بعضه بالعد ضعيف شو بدي اعمل؟ معلش ما عم نتعلم منكم علم منكم بالثبات بالمواقف. خليني احكي خليني اخذ فاصل اعلاني بسرعه بدي مرقهم لانه ليك بالدوحه انا ثقبت كنت وقت الحوار بالدوحه حتى كمان ما مثل ما بيصوروا انه قاعدين على طاوله. اول شيء كانوا مشاركين القوات بس مش هيك بدي اقوله لانه تعلمنا من تجربة الماضي على الطاوله ما هي تعلمنا من التجارب ما بنغلط ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مره ثانيه. سليم ما قعدوا على الطاوله الا بالافتتاح ما صار كلام، افتتاح يمكن ربع ساعه ايه. والباقي كل الاربع ايام بقاعات الاجتماعات وهيك بدنا نعمل بالاجنحه ايه. هذا اسمه حوار ورجع بالاخر هيك اخر على الجلسه الختاميه صار في قعده على الطاوله بس اعلنت النتيجه يعني لا يعني بالاخر يعني النتيجه بتكون بالكواليس. هذا بالكواليس اكيد هذا المطلوب بالتشاور. شغله ثانيه انا مش انه عم بقول لانه سالت الرئيس بري على موضوع قصه ختم المحضر هو تخوفه انه يعد بعد فيه المجلس النيابي الوحيد ما هذا عم نحكي بنظره هو البعض عم بيشرع هو خوفه يتعرض لضرب بمعنى انه ما يختم الجلسه ما بيصير ليختمها بده الحضور ويقوموا ما يحضروا في رئيس جمهورية صار بيكون في قصدا هو المقصود تعطيل العمل المجلس وإذا فهمناه شو هالجريمة نعطي ضمانة إنه نرجع نختمها بعد كأنه هو بياخذ رأينا لما بيخدم جلسة أو بيفتح ضمانة. خليني فاصل علينا بعد هذا الفاصل هذه الحلقة بعد الفاصل اذا في ختام هذه الحلقه بالحقيقه يعني تخطينا الوقت تبعنا بس بدي بالختام سريعا هل في جلسه تشريعيه قريبا دكتور آسف؟ ممكن اذا استدعت الامور وفي بعض القضايا وبعض البنود بتحتاج ممكن لجلسه تشريعيه وبعتقد الكل بيكون حاضر لانه في مصلحه للبلد واي تشريع اليوم في حاجه له بالتاكيد وهذا بياكد قد ايه حاجتنا للمجلس يضل بصلاحيته التشريعيه بشكل دائم لاي لحظه بنحتاج جواب سريع التشريع. ملف الرئاسي برايك طويل الامد؟ انا برايي مثل ما اني شايف هالسقوف العاليه كلها والرفض المتبادل انا ما عم حمل بس فريق الفريقين الحق عليهم بس في فريق عم يتعاطى بموضوعيه واقعيه اكثر
وقابل فريق قابل على على نوايا استاذ اديب طبي بدي كافي بس مع الاسف بكره الكل عم بيراهن الكل انه شو بده يصير برا انطرو في فريق انا هيدا اللي ما عم بفهمه بالسياسي فريق نفسه اطول وما عنده المشكله هو فريق الثنائي أوكي. انا ما عم بفهم فريق الاخر المعارضه اللي بالمبدا نفسه اقل وتكوينه منا صلبي قد الفريق الاخر وحتى لو بده يصير تغييرات خارجيه كيف بده يصرفها بالداخل ماني فهمان يعني على الحالتين انا شايف النطره للخارج ما حتكون لمصلحته ليش عم بخسرنا كل هالوقت هيدا وما عم نجي نقدم نحن على حل بده يرضيهم مش عم نقدر نعطيكم رايي بس توضيحا لسليم وقت قلت الخارج مش نحن ناطرين الخارج غيرنا ناطر ابدا كرمال طيب انا بالنسبه لي الزرايع وحاج ناطرين برا انه الحرب بدها تقضي على حزب الله بنقدر نصرفها هون بالنهايه نحن للاسف بحاله حرب خطيره وحاج نضحك على بعضنا الملف الرئاسي عضويا مرتبط بحرب غزه وما بقى فينا نشيل حالنا بنتائج الحرب وبنتائج الحرب وبالتالي الرئاسي مرتبطه ب استاذ رازي ختاما وبشكل سريع ختاما نحن متأيدين بالدستور اللي بيتأيد بالدستور اذا بكره ندعى على جلسه وفق الدستور بنكون فيها يعني مش ناطرين حدا لا برا ولا جوا المشكلة لانه المشكلة 12 جلسه المشكلة ما وصلنا لحال بس ما بدي افتح هلا في فريق بده يحط ايده على الداخل اهم من كل شيء عم بيحاول يعمله على الجبهات لانه بعده مشروعه من 82 نفسه تصدير الثوره الاسلاميه الى لبنان بناء دوله اسلاميه وده للاسف استاذ جورج بده رئيس جمهوريه بعض الافرقاء السياسيين يعطوه افضل نموذج لزميه سياسيه خلينا ما افتح شكرا لك قاسم هاشم سليم عون اديب عبد المسيح ورازي الحاج اهلا وسهلا فيكم إلى اللقاء مشاهدينا الأحد المقبل.